انا برضو قلت ازاي ظابط باشا زيك يدخل السجن عشان رشوه هايفه زي دي. 250 الف جنيه بقى رشوه هايفه؟ اه طبعا هايفه. ايه 250 الف جنيه قدام مستقبلي وسمعتي والاسم اللي بنيته في الداخليه؟ وناوي تعمل ايه يا باشا؟ العمل عمل ربنا عريان، حسبي الله ونعم الوكيل. ياه، وانا كنت متخيل ان مصيبتي دي اكبر مصيبه. ما مصيبتك انت تبقى ايه؟ لا صحيح، انت مصيبتك ايه يا سيد دولار؟ عارف مصيبتي ايه؟ مصيبتي اني قلت الحق. يعني ايه يعني؟ مش ولا حاجة. في يوم واحد صاحبي طلب مني اني ارسم له صورة صاحبته. رسمتها له. بعد ما رسمتها له راح مديني حتة حشيش، واضح ان الصورة عجبته. قلت له ما بشربش. قال لي خليها معاك، مس بيها على أي حد من صحابك. وللأسف أنا زي الغبي رحت واخدها وحطيتها في جيبي. وأنا مروحة قابلني كمين بيفتشوني، لقوا معايا حتة الحشيش. وهما بيكملوا تفتيش لقوا في جيبي التاني 100 دولار كنت لسه راسمها. يا نهار ازرق، يعني القضيه بقوا اتنين، مخدرات وتزوير. في حظك الهباب. هو فعلا هباب. بس عارفين لما رحت النيابه ايه اللي حصل؟ جالي المحامي قال لي ولا تقلق، كل انواع القضايا دي بتخلص بحاجه واحده بس، قول ان الضابط وهو بيفتشك انت رفضت، واول ما رفضت راح رمي لك الحشيش ورمي لك ال 100 دولار. عدت عليا الحاجات دي كتير. بس للاسف بقى أنا رفضت وقلت الحق، وأول ما قلت الحق جيت هنا على طول. نورت يا دولار. إن ما وريتك يا حضرة الظابط مبقاش لعله. أنا سعيدة جدا إن أنا هشتغل مع الأستاذ جلال أبو العزم من أكبر المحامين في البلد. الشرف ليا أنا يا أستاذة، وياريت تعتبر المكتب مكتبك، ولو عزت أي حاجة أنا تحت أمرك. مرسي جدا يا فندم، ويا رب اكون عند حسن ظن حضرتك وقد الثقه الكبيره اللي حضرتك مديهالي دي. ان شاء الله، انا متفائل فيك خير. اتفضلي حضرتك على الارشيف عشان تشوفي نوعيه القضايا اللي احنا بنشتغل فيها. هتلاقي مدني وتجاري واحوال شخصيه، ولو في اي استفسار انا تحت امرك. اوكي، بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا استاذه، مع الف سلامه. زي ما بقول لك كده يا باشا، حسام الهلالي بيتاجر في حبوب الهلوسه وعامل دولاب، واللي بيساعدوه العيال الجرابيع دولار وعريال. دولاب وحبوب هلوسه؟ انت متاكد من اللي انت بتقوله ده؟ بصراحه يا باشا انا ما شفتوش بعناية، بس في مساجين قضوا منه وقالوا لي. والله يا عيال جاي بوظ لي مساجين. اسمع، انا عايزك عينك عليه وعلى اي حاجه بتحصل وسط المساجين. عارف اني بعتبرك عين من عيوني، فاهم؟ انت تأمرني يا باشا. لعله خير ان شاء الله. طيب روح شوف وراك ايه. ماشي يا حسام يا هلالي. جرعية، انت مش ناوي تتهدي بقى وتبطل شغل الوساخة اللي جواك؟ مش فاهم قصدي سعادتك. ولا امور اللاوع وشغل الحورتجية ده مش عليا، فاهم ولا لا؟ انا لا ملاوع ولا حورتجي، انت اللي فاهم ولا لا؟ ده انت مش مرتشي وبس، ده انت قليل الادب وبجع كمان. شهر حبس انفرادي، يمكن تتربى يا حسام يا هلالي. انت عامله تعملها يا عمر؟ عملت ايه بس يا ماما؟ اديني سبب واحد يخليك تسحب كل الفلوس دي من غير ما تقول لنا. البنك اللي انا شغال فيه بيدي فايده اكبر من البنك التاني، فسحبت الفلوس من هنا حطيتها هنا، بس هي دي كل الحكايه. يا سلام، وطبعا لولا هي اللي قالت لك ما تقولناش، صح؟ وطي صوتك وتكلمي بالراحه يا ريت. خايف على مشاعرها؟ يا حرام يا حرام، مش عرفنا اصلا ان كلامك صح. وانا هكدب عليكي دي بس يا حبيبتي. ادينا اللي يثبت لنا الكلام ده. وانا موافق، بس ما تتكلميش مع لولا ولا نص كلمه. لا والله. حاضر حاضر يا عمر. ماما النبي ما تزعلي، ما تسمعيش كلامها دي. عن اذنك انا رايح اوضتي. من ساعه ما بنت الرقاصه دي جت واحنا ما عندناش غير المشاكل. أنا قلبي مش بيطمن. إيميل حاسة إنه بيكذب عليا. حاسة إنه ماما طول عمره بيكذب علينا يا ماما. والله ما أنا عارفة آخرة الطريق اللي ماشي فيه يا عمر. كله من العقربة اللي بره دي. استني شوية يا ماما وأنا هطفشها لك. وبعدين يا ساهر،
هتفضل كده ساكت على طليقتك؟ انا رايي يا جماعه نسيبها تهدى شويه، يمكن تفكر ان هي ترجع. مش هترجع يا بابا، شاهين ده عملت كده وخبت حملها 9 شهور عشان تمسك زمام الامور. خلاص ارفع بقى عليها قضيه وجرجرها كمان في المحاكم. يا سلام، واحده تخبي حملها ومش عايزه ترجع لك، ومش عايزاك كمان تستخدم حقك الشرعي ربنا حققه لك. يا ماما اللي بتقوليه ده برضو مش هينفع، لانها ولدت خلاص، وبكده يحق لها انها تقبل او ترفض تعيش معايا. يعني يعني عشان ترجع لي لازم يكون بمزاجها، ده غير بقى ان هجيب لها شبكه جديده ومهر جديد ومؤخر جديد. بنت اللذينة لعبتها صح قوي. يا جماعة يا جماعة، قضية ايه اللي احنا نرفعها؟ احنا عندنا ولد دلوقتي منها، يعني بقينا اهل، هنزود المشاكل نحط عليها مشاكل تانية؟ احنا نقعد كده نفكر مع بعض بهدوء ونشوف حل يرضي جميع الاطراف. واضح كده ان الحلول التقليدية مش هتنفع معاها. بقول لك ايه يا عاطف؟ هو احنا يعني مش اصحاب؟ اصحاب ايه؟ ده احنا اكتر من اخوات. طمنتنا الله يطمنك. بس ايه لازمته السؤال ده؟ يعني بصراحه يعني كده انا كان يعني في طلب كده نفسي اطلبه منك بس مستحي. رقبت يا شقي. بص انا معايا 7662 جنيه وربع. كنت طمعان يعني ان انت تكملهم لي عقبال ما اقفل المبلغ واعرف اسافر. شوف يا كامل يا اخويا، انت فاجئتني وانا مش عارف اقول لك ايه. عشان خاطري يا عاطف، عشان خاطري ليك وهتاخد وعليا وهديك. اول ما هسافر هلم المبلغ وارجعهولك بالفوائد كمان. يا كامل يا اخويا، انا راجل صاحب مبدا، لا احب اسلف ولا احب استلف، وبزنس از بزنس. بزنس از بزنس. ما هو الايده في الميه مش زي الايده في دورة الميه. ده تكنيله وانت شبه الكشك. ايه اللي بتقوله ده يا فاطمه؟ انا برج من فوق هيطير. والنعمة الشريفة، هو ده اللي حصل. هو ده الكلام اللي قاله لي المعلم شعلان لما عرضت عليه ان احنا نورط له بضاعه. ومين الناس دول اللي ادوا السلاح؟ هو في حد غيرنا في البر كله بيتاجر في السلاح؟ حاولت افهم منه، ما رضيش يقول لي اي حاجه. اسمع يا طاهر. ايه؟ عاوزك تروح لحكمت وتجرد المخازن، مخزن مخزن وسلاح سلاح، وما تعوقش. مفهوم؟ مفهوم. ورحمه ابويا، لو طلعوا له في دماغي صح ما هعطيكهم واسط. انت تعبت يا ست الناس ولا ايه؟ لا بخير يا طاهر الحمد لله، لكن قلبي متوغوش قوي قوي يا طاهر. دي اول مره اعمل حاجه زي دي. ربنا يجيب العواقب سليمه يا رب. جمدي قلبك امال. ان شاء الله ان شاء الله هنتمم المصلحه على خير. ربنا يسمع منك يا طاهر. بقول لك ايه يا ست الناس؟ خير. واني يعني لما احب اندهلك اقول لك يا ايه؟ قول لي يا ام منصور. ان شاء الله هنتمم المصلحة على خير يا ام منصور. يا رب يا طاهر يا رب. على مهلك، على مهلك يا ست هجمة. هو ده المخزن؟ ايوه. هو ماله غريب كده؟ على مهلك يا ست الناس. على مهلك، على مهلك. هدية يا طاهر، حزني يا مري. فين السلاح يا طاهر؟ ده شكله اتسرق. يا شرم حبيبي، اشوف هنا. شوف. يا ليلة سودة، ده مفيش ولا حتة سلاح وحدي. يا خرب بيتك يا دياب، يا خرب بيتك يا دياب. ما تعمليش في نفسك كده. الحقني يا طاهر. منصور، الحقني يا طاهر. عشان يا ولدي يا طاهر. لا لا، ايه ده؟ الحقني يا طاهر. ايه؟ يا ليلى سودة، ده باين انه القرن طش وهتولد الليله. استرها معايا يا رب. يا طاهر. حسام، سلمى. وحشتيني يا سلمى. انت كمان وحشتني، بس انا زعلانه منك. ليكي حق تزعلي، بدل لو كنت عرفت احميكي وادافع عنك ما كانش ده بقى حلمي.
بتمنى الموت يا سلمى، بتمنى الموت عشان اجيلك. عايز تموت من غير ما تاخد لي حقي؟ مش انت حسين، انت اقوى من كده. القوة لي حدود يا سلمى، انا خلاص تعبت وكسرت، تعبت يا سلمى. قول عشان تستريح، عشان تقدر تكمل، عشان تاخد لي حقك. ماليش نفس، ماليش نفس يا سلمى. مش عايز تعيش؟ مش عايز تاخد لي حقي؟ قول يا حسين، قول. تعبان يا سلمى، سلمى. سلمى، سلمى، سلمى. دياب واد ومنصور كمان وزي القمر شبهه. ألف مبروك يا أبو منصور، يتربى في عزك. يبارك فيك، يبارك فيك يا وجدان، يبارك. نفسي نفسي أشوفه، نفسي نفسي أضبه. أنا مش عارف أقول لك إيه يا طاهر، مش عارف أقول لك ليه. أنت من النهارده دراع اليمين. أنا ما عملتش حاجة، ده أنا ما عملتش غير الواجب، وبعدين أنا لحم الدافي من خيرك. بس هو يعني حكمت حصل لها حاجة؟ لا يا ست، حكمت بخير والحمد لله. بس فيه مخزن من المخازن اتسرق. تقول ايه؟ أنا رحت أنا والست حكمت أم منصور عشان نجرد المخازن زي ما انت قلت، لقينا مخزن فيهم مسروق. ساعتها هي تعبت وأنا خدتها على المستشفى. عملوها يا العلام، عملوها. معقولة؟ ممكن يكونوا هم؟ محدش غيرهم يستجري يعمل كده. كان خبرهم زين. دول يبقوا حفروا قبرهم بيدهم. طاهر، تاخد وهدان وتروح على المخازن، وكل البضاعة المتبقية تنقلوها للمخزن الاحتياطي. مخزن الاحتياطي؟ ايوه، بس يعني أنا معرفش حاجة عن المخزن الاحتياطي ده. وهدان خبره زين. المخزن الاحتياطي دي كنا ندار فيه البضاعة لما الحكومة تشم خبر. الحمد لله على السلامة يا جنرال. الله يسلمك يا ولاد. وحشتنا وانت في الانفراد يا فوكس. وانتوا كمان وحشتوني. طمنوني عليكم. الواد العل والواد بوب لسه بيرازوا فيكم؟ اه يرازوا فينا ونرازي فيهم، ايامه بنعديها. بيعجبني تنكتك يا واد عريان. لو لي صحيح، شكلك ابن ناس، يعني شكلك افندي، ايه اللي حدفك على السجن؟ قتلت ابويا. قتلت ابوك؟ قتلته ازاي يعني؟ قتلته بالتقسيط المريح على 25 سنة. قتلته وهو كل يوم شايف ابنه الوحيد بيتنقل بكاس من ترابيزة خضراء لسهرة حمراء. قتلته وهو شايف شقة عمره بيضيع جنيه ورا جنيه. قتلته وهو شايف شركته اللي كبرها وطلع عينه عشان تكبر وتبقى من أكبر الشركات وهي بتفلس، وهو غرقان في ديونها لغاية ما صحته راحت. قتلته لأن عيل تافه ما بيهموش إلا نفسه، يعمل أي حاجة أي حاجة عشان يرضي غرايزه مهما كان التمن. انت طلعت عيل زباله قوي يا جدع. واضح ان انا كده فعلا.
بس هتعمل ايه؟ سي لا في. سي لا في؟ ده انت قلبك قاعد. يعني انت مش ندمان خالص انك دخلت السجن يا ريان؟ بص يا مومبي، ندمان ومش ندمان. لا معلش بقى يا مومبي، فهمها لي، يعني ايه ندمان ومش ندمان؟ اكتر حاجه حاسه في نفسي ابويا وهو بيموت قال لي انه لسه بيحبني. بعد كل اللي انا عملته فيه ده ولسه بيحبني. مش المهم انه يحبك، المهم انك تبتدي تحب نفسك عشان ترضيه في تربته. كل اللي انت قلته ده هو السبب يخليك تيجي معانا هنا. بعد ما ابويا مات لقيت نفسي مرمي في الشوارع، ما حلتيش غير كلمتين اللغات اللي بعرف اقولهم على كام بدله سينيه اقضي بيهم الحياه. اشتغلت الناس اللي حواليا ونصبت عليهم. تصدق شكلك يجيب نصاب، ونصاب شاطر كمان. اكستريملي شاطر مسيو. ونصبت في ايه بقى؟ كل حاجه بس بشياكه. I have my own style. لا رايق. طب ما دام انت نصاب شاطر قوي كده، ايه اللي وقعك وجابك هنا؟ شويه كمبيالات على شيكات اتلسعت 3 سنين. 3 سنين؟ يبقى بصرع عليك. هونها يا رب. خير يا معلم علام؟ عاوز تجابدني ليه عاد؟ اسمعي يا بنت الناس، انت لساكي نفسه ومش هطول عليكي. هقول لك كلمتين تحطيهم حلقه في ودانك. دياب لو ما رجعش البضاعه المخازن زي ما كانت مش هيحصل. طيب خازن ايه وبضاعتي ايه؟ انا ما خبراش، انت بتتحدث عليا. بلاش لف ودوران يا مره. انا ما بعرفش الف وادور، ولما تكوني في بيت الكبير لازم تلزم مقامك. الكبير الله يرحمه. دياب دلوك هو الكبير، ولما تكوني في بيته وهو في غيابه لازم تعمل له 1000 حساب. تبين عليك يا حويطه وهتتعبينا معاكي. وايه المطلوب مني عاد؟ زي ما ابوي قال لك كده، لو البضاعه ما رجعتش المخازن هنجيبه عليها وطيها. ما انا دخلي ايه بالحاجات دي؟ وبعدين انا ما بتحداش. على اخر الزمن تيجي مره زيكي تتحدى ولاد علام؟ افهموها زي ما تفهموها، وعلى ما في خيلكم اركبوها. كده؟ ايوه كده. ماشي ماشي يا بنت الطراشنه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله الجميع. الحمد لله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. حرام على الجنرال. استغفر الله. جاي معانا دولار. انت ما صليتش معانا ليه؟ أنا قلت ما أسيبش عريان لوحده. بس استعبط ولا أنت مالك ومال عريان؟ بصراحة يا جنرال أصلي إزاي يعني؟ أنا مش حافظ حتى الهدف. أنت بتتكلم بجد ولا بتهزر يا دولار؟ الله يكسفك يا باين. يعني بترسم الجنيه والدولار والين الياباني والبني آدمين ومش حافظ آيتين تصلي بيهم؟ اسمع، كل يوم تقعد معايا شوية حفظك الفاتحة وكام سورة قصيرة كده تصلي بيها، وما تقولش لحد على الموضوع ده عشان حاجة تكسب. ربنا يخليك ليا يا جنرال، أنا مش عارف والله من غيرك كنت عملت إيه. ده تروح النار. ربنا يصلح حالك يا ابني. دي الفاتحة. أنا حتى دي مش حافظها. قول ورايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. لا مش الرحمن الرحيم، الرحمن. مخارج الحروف مهم.
الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يابا يابا اصحى يابا، يلا عشان تاخد الحقنة. يلا يابا اصحى، ده انت بقالك كتير نايم. يابا بابا يابا يابا ابويا يا رجعون. لا إله إلا إلا يا رجعون. قاعد كده لوحدي بقى في حياتك؟ شد حيلك. حيلي انقطع يا وهدان، وسندي انكسر. الله يرحمك يا ابويا، وجوده جنبي كان مصبرني على حاجات كتير. حنيته كانت بتقويني على الشرور اللي حوالي. عندك حق، الأب ده نعمة كبيرة قوي ما يحسش بيها غير اللي انحرم منيها زينا. احنا انحرمنا من حاجات كتير، بس كلكم ودينكم تاني. الله يصبرك. اسمعوا، انا حقابل عمي طاهر، رتب لي الموضوع. حاضر يا كبير. طاهر، انت مالك كده من يوم ما رجعت من بلدكم؟ حصلت حاجة؟ تشغلش بالك يا سيد الناس، دي كلها حاجات بسيطة. عاوزين تكبروا على قفاي وانا ساكت؟ والله ما كانش العشب. هو انت كان حد عارف لك طريق جرة اياك؟ اديني جيت اقول لكم انه دياب البطاش لسه عايش ونفسه ما تكتمش في الدنيا. ما عاش ولا كان اللي يكتم نفسك يا ود اخوي، بس انا عاتب عليك. عتبان علي فيه؟ ليه تنقل البضاعه من المخازن من غير ما تدينا خبر؟ ده بس اطرد عليكم بعد ما بعتوا بضاعتي بدون ما تدوني خبر من مخازني. المهم فين بقيت البضاعه دلوقتي؟ البضاعة دي حقي وورثي من ابويا واخويا. وافرض خدت البضاعة يا سيدي، تقدر تقول لي كده هتعمل بيها ايه وانت هربان من الحكومة؟ انما انت لو معانا هنزوجها لك. هنزوجها لك ونحولها لك فلوس صايلة كمان تسندك وقت ازمتك. برافو. برافو عليك يا دمام. بس على شرط. شرط ايه؟ تدوني حقي من البضاعة اللي بعتوها. وماله؟ حقك موجود. 50% من ثمن البيعة تاخدهم على دير مليم. 50% والبضاعة كلها ملكي. ونسيت ثمن التسويق اياك. 50% ثمن التسويق؟ وهي سهلة يا دياب، دي مخاطرة واعرة قوي وانت عارف. ولولانا كانت بضاعتك في المخازن صدت من زمان. ده اخر كلام؟ ايوه ده اخر كلام يا دياب يا بطاش. ولا ما عجبكش روح دور على حد غيرنا يسوقها لك،
بس خلي بالك للي هيفهم منيك وانت هربان من الحكومه ومش داري بحاجه. اعجل يا دياب وفكر في مصلحتك وارضى بنصيبك بدل ما تطولش حاجه. وما تنساش وضعك دلوقتي. لازم تعرف يا دياب انك هربان من حكم الاعدام وما انتش حر نفسك. يعني لو جزفت في لحظه ممكن ينقبض عليك وتخسر كل حاجه. ها قلت ايه؟ ماشي يعني موافق. طاهر المصطهي هيكون حلقة الوصل بيني وبينك، هيقول لكم على كل حاجة وتدوني حقي بعد كل عملية. يبقى اتفقنا يا ود اخوي. اتفقنا. اتفقنا يا عمي. لها كم ألف وجاي لك يا أطلي. جنرال عايزك تقول لي إيه رأيك في الصورة دي؟ إيه؟ يا ابن الجنية ده شبه الخلق الناطق. شبهك؟ يعني مش أنت؟ قول لي هذا دولار. هو أنت تعرف ترسم أي حاجة وأي حد كده؟ أه بعرف أرسم أي حاجة وأي حد بس على شرط يكون الحاجة اللي بحبها والبني آدم اللي بحبه. أنا صح؟ تصدق؟ فنان انا برضه في البلد. تسلم ايدك يا حبيبي يا جنرال. ايه ده؟ ده مش قلت لك الحاجه اللي بحبها والبني ادم اللي بحبه. ولو كبرت وبقيت شبه ابوك يا واد يا منصور. احلى بيت يا واد. كده يا واد ما تطلعش شبه امك. انا زعلانه منك يا منصور. مش تبقى شبه امك. ادخل. صباح الخير يا أم منصور. صباح الخير يا منصور. يسعد صباحك يا وداد. طاهر في المندرة تحت وعاوز يجابلك. طب خليكي مع منصور اوعى تتشاجع عبات ما جيلك. ها صباح الخير يا أم منصور. يسعد صباحك يا طاهر. براوي عليك انك ما عوجتش علي. هو نقدر ده احنا عندنا حاجات يامي ولازم نوفيه. يا مساهل يا رب. بقول ايه المفاتيح ها. روح انت وما تعوجش علي. هو انت مش جاي معايا؟ مش هينفع. الواد منصور سخن هبابي ومش هينفع اسيبه واجي معاك. روح انت دار امان. يعني هو انت واثقه فيا للدرجه دي؟ طبعا يا طاهر. امال ايه ده كفايه وقفتك معايا الفتره اللي فاتت كانت وقفة راجل صح. خدامك يا ام الغالي. تعيش يا طاهر. طب انتي مش عايزة مني اي خدمة؟ لا بس روح بسرعة وتعالى اديني المفاتيح. ها وخلي بالك على نفسيك. كله على الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ انت حسام الهلالي؟ اي انا حسام الهلالي. انت مين؟ انت ما تعرفنيش ولا عمرك شفتني قبل كده لكن انا عارفاك كويس قوي ومش ههدى ولا يهنالي باش غير لما اخد بطاري منيك. ايه ده اصلا؟ رأست انت وانا اعرفك؟ عمري شفتك قبل كده؟ عايز تعرف انا مين؟ انا حكمت. لا اله الا الله. حصل لنا الرعب يا ست حكمت. ممكن اعرف بقى حكمت مين؟ مرات دياب البطاش اللي قبضت عليه وقتلت ابوه واخوه. قتلت معاه اخوي المحروس وحركت قلبي عليه. انا قمت بواجبي. جوزك واهلك هم اللي غلطانين. بدل ما تيجي تلوميني يا ست حكمت روحي لومي عليهم ان هم مشوا غلط. عيشتك لغاية دلوك هي اللي غلط بس أنا هصحح الغلط دي وقريب قوي. الله 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 الله.
ده انت جايه فرده قلوعك بقى وبتهدديني. لا انا جايه برد ناري واتشافى فيك لحد ما يقوني الاوان واخد بتاري منيك واريحهم في قبرهم. جوزك غدر بيا وضربني في ظهري وانت بسلامتك جايه تهدديني النهارده؟ يا سلام، ده انتوا عيله بجحه بجاحه. واضح ان الخيانه والوساخه والجبن مقصلين في عيلتكم حتى النسوان. اسمعي يا ست انتي، انا لما جيت اواجهكم جيت من وشكم، ما لفتش زي الحيه وجيت من ظهركم علشان انا على حق وانتوا على باطل. ابله حكمت الزياره انتهت. أني بحتكم على 50,000 جنيه؟ أني مش مصدق نفسي. الله يرحمك يابا، لو كنت شفت المبلغ ده كنت مت تاني. اتدفوا جنب بعضيك واتدفوا. ربنا يخلي لنا سي منصور الصغير اللي أدم وأدم الساعة، وحيخلينا نعوم على وش الفتة. ولع لي يا زميلي. وماله؟ في مصلحة تعد فيها معايا؟ أعد؟ ما أعدش ليه؟ ارغي. المعلم أبو لغم بيصبح عليك وبيقول لك في واحد في زنزانتك عايزين نفسحه. وأنا إيه المصلحة اللي هتعود عليا؟ 10,000 جنيه، نصهم في أول عملية والنص التاني بعد ما تخلص. وده مين ده بقى اللي امه هتلبس عليه اسود بالصلاه على النبي؟ حسام الهلالي. لعله خير ان شاء الله. انت تعرفه ولا ايه؟ ايه اللي اعرفه؟ ده اعز قعد قائل. حلوه ده يا صاحبي. سلام. سلام. والله وقعت على حجر يا حضرة الصاب. توحشتك قوي 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 يا سيدياب. وانا كمان توحشتك. الله يرحمك يا ابوي، كان نفسه يشوف ولدي وهو راح ما شافش ولدي. حقك علي يا منصور، سامحني يا ولدي، سيبتك من غير لا ظهري ولا سند. ما تقلقش يا سيدي، انا ظهره وسنده لحد ما ربنا يلم شملنا من تاني. جدها وجدودي حق. وعشان تعرف اني جده وانك اتجوزت مره ب100 راجل، انا كلمت ابو لغم عشان ما يقتل الواد الهلالي، ورحت له وتشمت فيه كمان. رحت لمين؟ ود الهلالي. ايه اللي خلاك تعملي كده؟ كيف تروحي لي وتخليه يعرف شكلك وفصلك وصفك؟ غصب عني يا سيدياب، نار التار كانت جايده جوايا، ما فشيتش غلي غير لما رحت له في حبسته وتشمت فيه كمان. وبعدين ما يعرف شكلي، ما هو ميت ميت. اللي عملتيه ده اكبر غلط وكفايه لحد كده. يعني ايه؟ يعني تطلع برا الموضوع، ده تاري وانا اللي كفيل اخده. تنسيت انه قتل محروس اخوي؟ يعني طار انا كمان ولا يمكن اهم الواصل؟ كفايه لحد كده. ووعاكي اسمع انك هوبتي ناحيته تاني، فاهمه ولا لا؟ فاهمه يا سيديال. الا بالحق انا جبت لك نصيبك من ايراد البضاعه. الله يرحم اللي راحوا، الكلاب ما كانوش يستجروا يعملوا كده قبل سابك. انسى انسى يا سيديال. المهم شفت الواد منصور بيجي شبهك صح صح؟ انت تلاقيك بتحب 16 واحده عريان في وقت واحد، نصاب في الحب يعني. لا مش قوي يعني، بس في منهم اللي كنت ايه بنصب عليهم وبحبهم في نفس الوقت. وسخ. عملت لك ايه انا؟ عملت لك ايه؟ حاطط نقرك من نقري ليه؟ إيه؟ انا لو عايز اذبحك دلوقتي هذبحك، بس انا مش وسخ زيك.
ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ انتوا الاثنين حبس انفرادي عشان تبطلوا تتخانقوا مع بعض. يلا خدوا يلا يا باشا. هو خلاص مش عايز ولا كلمة. واد يا سيدي الصندوق اللي اتفقنا عليه. تعيش يا ريس طاهر. شوف بضاعتك قبل ما تمشي. عيب يا ريس، الدار امان. ويعني انت هتروح فين؟ طيب يعني طالما الدار امان فين فلوسك؟ وادي فلوسك اهي. تسلم تسلم وتعيش. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ألف سلامة. كده حلوت على الآخر. كل صندوق أبيعه أسلك منه حتتين سلاح وأبيعهم لحسابي، ولا من شاف ولا من دري. بقيت احب الحبس الانفرادي عشان بشوفك يا سلمى. مش ناوي تورثني بالحياة وتكوش على الورث لوحدك، واختك ومرات اخوك ما يطلوش ولا مليم. ايه ده؟ انا حق؟ ايوه انت، بس ده مش هيحصل ابدا طول ما انا عايش وفي الروح. يعني ايه حق؟ يعني هكلم المحامي يعمل لي وصية بتلت الميراث لمرات اخوك وبنتها علشان احميهم من غدرك. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده حاج؟ ده ما يرضيش ربنا ولا شرع ربنا ابدا. العكس، ده هو ده الشرع اللي قال عليه ربنا. يبقى انت كده راجل ظالم وبتظلمني، ولو حصل الكلام ده لحجيب عليها وطيها وبكره تشوف. انت بتشتمني وبتعلي صوتك عليا يا كلب. بقولك ايه، ثلاثة بالله العظيم قسما عظما، لو رجلك دي هوابت عتبة المحامي لارفع عليك قضية حجر ان الراجل ده اتجنن وخرف. حجر حجر؟ انت مش ابني، انت مش ابني، انت شطان. قلب بطل بقى الحركات بتاعتك دي كل مرة وتشفط قلبك وتروح مرمي على الجنب. ايه ده بابا؟ بابا يا سوخ نايل، الراجل شفط قلبه ومات ولا ايه؟ السلام عليكم. جبت الحاجات اللي قلت لك عليها؟ ايوه يا كبير، بس انا عاوز اسال، احنا هنقعد هناك كتير؟ شكلها كده لما اشوف اخرتها مع عمي وعيال. ايه ده؟ هما لسه عاوزين ال 40% عموله برضك؟ ما قدامناش حل غير كده. انا عارف انه طماع وبيستغل وضعي، بس نعمله ايه؟ طالما الواحد مكسور لازم نطاطه ونرضى بالموجود. صح، والله يسامح عمك وعياله. عمل لنا حاجه ناكلها. عيني انت بتعمل ايه هنا يا ضيا منتن انت؟ ولا حاجه يا اخوي، داني بس سمعت الانارب بتصرخ فافتكرت في حرامي ولا حاجه. لا وانت امين قوي يا روح امك. اكيد يا اخوي، ما هي حاجتك حاجتي. لا يا اخوي، لا يا اخوي، حاجتك حاجه وحاجتي حاجه تانية، واياك تدخل الحاجات في بعضيها. اللي تشوفه يا اخوي.
وبعدين حسك عينك تهوب ناحيه عيشه الارانب دي تاني. ليه هي فيها؟ ما فيهاش حاجه يا اخويا، ما فيهاش حاجه، بس زي ما تقول كده الارانب بتتنظر، واني كل ما ابص لهم الاقيهم اتمقتوا كده وخسوا وكشوا. ما تخافش يا اخويا، عيون الحبايب ما بتحسدش. لا بتحسد اليومين دول يا اخويا، بتحسد. طفو عليك وعلى ضحكتك النتني. شدي حيلك يا حبيبتي، البقاء لله. شدي على الله يا حاج، والله تعبناكي معانا. اوعي تقولي كده، ده احنا اكتر من اهل. والحاج طول عمره كان راجل طيب، ربنا يجعل نسبة الجنة ان شاء الله. امين يا رب. حبيبتي خلي بالك من نفسك، انتي واخوكي دلوقتي ملكوش غير بعض. قولي لها يا حاجه قولي لها، ده الدم عمره ما يبقى مية. والله منير مش مخليها محتاجه اي حاجه خالص، واخد عهد على نفسه قدام ربنا انه هيكون في مقام ابوها واخوها في نفس الوقت. محدش عملها قبلك، الناس طول عمرها بتترجى الرحمه مني ما برحمهاش، وعمري ما احتجت لحد. تيجي انت تعلم عليا جميلك ده على الراسي يا عمو، ومن النهارده يحرم عليا اذيتك يوم الدين. يعني خلاص لعله اصحاب واخوات وحبايب ولا هتغدر؟ انا بفهم في الاصول، وعلى فكره بقى انا كنت مزقوق عليك واخد عربون كمان. مزقوق عليا؟ مين اللي زقك؟ الواد زين. زين؟ ومين اللي زق زين ده؟ واد اسمه ابو لغم. ابو لغم وزين؟ بقول لك ايه، سيبك من ابو لغم وسيبك من زين، قول لعله ايه اللي حدفك الحدفه السودا دي؟ ما تقوليش انا ماليش دعوه، انا بتاع الصعيد، وكانت القضيه ست شهور. انا افتكرت طمعي وغباوتي. ما انت عارف انا طول عمري شغال في البلطجه، قلبت التخصص وقلت اشتغل في النصب، طلعت الطلعه والتانيه، وللاسف بقى في التالته وقعت وشرفت هنا 5 سنين. ما دي غلطتك يا اخي العلو. هو سكتنا له دخل بحماره، كنت ماشي في البلطجه والاشياء بونبون، ايه اللي خلاك تغير الكارير بتاعك؟ النصب ده فلسفه، علم، شياكه، اخلاق، دخلت بالحمار خليه يلبس، البس. سيبك منه يا معلم، ما يوقع الا الشاطر. عندك حق يا دبوب، ما يوقع الا الشاطر. يا حسام باشا انا عايز اقول لك على حاجه، ما تزعلش مني والنبي على اي حاجه انا عملتها في حق الغلط، وعلى ماده ايدي اللي عايزه تتقطع دي. سماح يا سيدي ولا يهمك، احلى واحده كوكو في الدنيا. طب بمناسبه القعده العائليه دي، مش عايزين تصلحوني انا كمان؟ صحوا صفحه جديده معايا. ايه في حاجه بس استاذ العلو كان واخدها مني في الاول خالص، نظاره مش شايف اي حاجه خالص. لعلو عشان خاطر، عشان خاطر حسام باشا النضاره. انا اكرمك يا رب حبيبتي، وحشاني قوي. ايه ده 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 ايه يا عم؟ في ايه شايف عفاريت ولا ايه؟ ايه المنطقه المعفنه اللي احنا قاعدين فيها دي؟ لا 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 خدها يا استاذ. خد ايه؟ خد ايه؟ البس، انا تعبت من جرجرتك طول النهار. اتفضل يا حكمت، ده نصيبك من ايراد المنحل، وده نصيبك من ايراد بيع المواشي، ودي نصيبك من ايراد المزرعة. ما شاء الله، ده الخير جالكم مرة واحدة. والله الخير جالنا من يوم ما شفناك انت يا وش السحر. ده لولاك انت ما كانش ولا واحد فينا حقق مشروعه. تعرفي احنا بقالنا سنين بنترجوا ونتمنوا نحققوا احلامنا، لكن ما كانش ممكن. وايه اللي مناك؟ الكبير الله يرحمه كان متحكم وما كانش رايد يساعدنا واصل. لكن لما انت جيتي وتحكمتي واديتينا فرصه وخليتينا نشم نفسنا. ربنا يخليكي لينا يا وش السعد. ربنا يديم المعروف. دي وش سعد، دي وش بومي. ست حكمة. ايوه يا سمار، في واحد اسمه ابو لغم بره عند البوابه الكبيره رايدي جابلك. قولي له طلعاله. حاضر يا ستي. بالاذن يا رجال. اتفضل يا كبيره. يا الكبيره قال رجال اخر زمن. الحمد لله على السلامة يا أبو لغم. الله يسلمك يا كبير. طمني، سبع ولا ضبع؟ بصراحة كده قطة بسبعة أرواح. يعني إيه؟ يعني واد الهلال لسه عايش، محاولة قتله فشلت.
يعني ايه محاولة قتله فشلت؟ هو كبير على الموت ولا كبير على الموت؟ المرة دي فلت مني، لكن اوعدك المرة الجاية مش هيفلت مني ابدا. لو سيدياب علم بالموضوع ده هيزعل منيك. انا عشانك ده خبرتك انت، وعشمان ما تخبريهوش الا لما تجيب لكم خبره. ماشي، مش هنخبره الا لما تجيب لنا خبره. يلا. تسلمي يا كبيرة، بالاذن. اذنك معاك. كل يا سيد الناس. يا ساتر يا رب. ايه ده؟ ايه ملوخية وأنارب. أنا ما بسألش على الملوخية، أنا بسألك ايه ده؟ أنارب. ده أنت وقعتك صوده ومخططة بسود، ده أنا حسلخلك جلدك وعرقشك بسناني. يا حستي ليه بس يا راجل؟ ده أنا لبسلك الأحمر. ده أنت ما فيش أحمر منك. انت يا ولية انت، انا مش منبه عليكي، محدش يدخل عشة الارانب عشان الارانب ما تتنظرش ويجيلها فرة وتموت. طب والنبي ما عتبتيه ولا جيتنا وحييه؟ امال جبت الارانب ده منين؟ اشتريتها من عند ام شعبان اللي فاتحه جنب ترمبة المية عشان تشيل دي ركبك وترم عظمك. يا ولية ده انا ركبي حديد، وقط النوم دي تشهد على كده. اصبري بس، اصبري لما اكل واني حوريك الرجوله اللي عمرك ما شفتيه. قلت لما اكل؟ ده انتي متصربعه على ايه؟ طاهر يا طاهر، انا جيت. طاهر نام يا اخويا نام، ما هو ده اللي انت فالح فيه، تنام وتشخر. وقال انا ركبي حديد وقط النوم تشهد. طب اشهد يا قط النوم، يا خسارة جوز الأنارب اللي انا عملته. يا ريتني كنت عملت لك فول نبت كان وفر لي. يا فارسني عايزك تسمعني كويس يا عمر، الايد السابقانة كسبانة، عشان كده عايزك بسرعة وفي اقرب وقت تقعد مع سكان العمارة بتاعتكم. هيحصل ان شاء الله يا حبيبتي. بس عايز اقول لك حاجه، عايزك وانت قاعد معاهم تكون ذكي وواعي قوي، يعني تشتري ما تبيعش، وتحاول تقنعهم انهم يسيبوا الشقق باقل سعر عشان نفضي العماره بسرعه ونهدها ونبيع الارض. ما تقلقيش، كل يوم ولا يومين واقعد معاهم ويحصل كل اللي انت عايزاه ان شاء الله. بجد يا عمر ربنا ما يحرمنيش منك. وما يحرمنيش منك يا احلى لولا في الدنيا. فين اعلام الوراثه يا منير؟ ما عملتوش حد دلوقتي ليه؟ انت عاوزه اعلام الوراثه ليه؟ عشان ورث معتز. انسي. يعني ايه انسي؟ مش فاهم. معتز الله يرحمه ملوش في الورث. يا راجل حتى الورث عايز تقسمه على مزاجك. انا مش بقسمه، ده شرع ربنا. وشرع ربنا بيقولك ما تورثش اخوك؟ واضح انك انتي ما قريتيش كويس في الشريعه. انا بقى هفهمك، معتز الله يرحمه مات قبل ما يموت بابا، بالتالي معتز ملوش ورث لانه مات قبل بابا. مين اللي يورث بقى دلوقتي؟ ولاده اللي عايشين، اللي هم انا واختي. ربنا يخلينا لبعض. مستحيل الكلام ده، مش ممكن يبقى مظبوط. لو مش مصدقاني عندك دار الافتاء، ممكن تروحي وتسالي. ما كنتش اتصور ان سفرتك دي ممكن توصلك انك تستفيد من الموت. في حاجتين كمان عاوز اقولهم لك قبل ما تمشي. أؤمر. في ايصال صغير كده على معتز الله يرحمه ويحسن اليه، كتبه على نفسه ب25,000 جنيه، لازم تدفعيهم، ولو ما دفعتهمش هوديهم المحكمه. كمان ده غير بيت الحلميه اللي ورثه معتز من امه، لينا نصيب فيه ومش هتنزل عنه ابدا، وده شرع ربنا. ربنا؟ هو انت تعرف ربنا؟ بقول لك ايه يا منير، انا زهقت منك ومن هنا ورايح بيني وبينك المحكمه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. المخازن قربت تفضى، وعمك علام عايزك تكلم له الناس اللي بره عشان تجيب له بضاعة على حسابه. الله عشت وشفت، عمي علام وعياله بتجرف السلاح. أمالك كبير، دي حالتهم اتعدلت وقشيتهم بجت معدن على الآخر. قل له دياب موافق، بس على شرط هاخد 25% نسبة عمولة. حقك حقك يا كبير، هو يعني اللي بيكسبوه شوية. كلامك صح، هقوله بالإذن. استنى يا طاهر، وقول له كمان يفتح حساب برا مصر عشان يقدر يحول فلوس للراجل الكبير،
وقول له يحط فيه على الاقل 5 مليون دولار. يا دين النبي، 5 مليون دولار؟ هو ليه يعمل مبلغ زي ده في الفتره دي؟ ولما يفتح الحساب يديني خبر عشان اخبر الناس اللي بره يجهزوا نفسيهم. حاضر يا سيدي الناس، بالاذن. 5 مليون. كبير، انا خايف قوي من طلب عمك علام ده، وخايف اكتر لا يكبروا عليني. ما تقلقش، هو بيعمل كبير على الناس اللي جوا مصر، بيساعدوه بنقل البضاعة على الحدود، اما لو طلع برا يغرق بشبر مية. ده عمي وانا عارفه. عارفه؟ وما انت عارفه يا كبير، كيف هتعمله؟ كيف؟ عموما انا قلت لك انا مش مطمنه. قاعدين حنجربوه بالعملية دي ونشوفوه، وعلى اقل وهدان نكسب عمولة السمسرة. ده من ناحية، ومن الناحية التانية الناس اللي برا يعرفوا اني رجعت على السوق. فعلا اخو جوزك عنده حق، طالما جوزك اتوفى في هالحياة ابي، يبقى مش من حق بنتك تورث بتركة جدها، وتتقسم التركة على الاعمام والعمات الاحياء حسب الشرع. ليه؟ مش ده برضو جدها؟ ايوه مدام، بس وجود العم اللي هو العصب يحجب بنتك عن الميراث في تركة جدها. لا الكلام ده اكيد مش مظبوط. هي مدام ده شرع ربنا ومحدش يقدر يخالفه. استغفر الله العظيم، انا مش بتدخل في الشرع، بس اكيد في حل. يا مدام ايمان، بنتك ممكن تورث في حالتين. اللي هم الحاله الاولى ان جدها يكون وصى ليها بجزء من التركه قبل وفاته. ده ما حصلش. الجزء الثاني ان حد من عمامها يوهب لها جزء من نصيبه ويديه لها. انسي ان ده يحصل، ده عمها لو قدر كان هياكلها. خلاص، يبقى مفيش حل غير الوصيه الواجبه. ايه الوصيه الواجبه؟ الوصيه الواجبه هي الوصيه اللي اوجبها القانون للحفيد اللي مات ابوه في حال حياه جده، وما كانش جده وصله بجزء من تركته بعد وفاته. القانون هنا اوجب الوصيه الواجبه للحفيد وخلاه يحل محل ابوه في نصيبه بشرط ما يزيدش عن التلت. حضرتك متاكد من الكلام ده؟ طبعا، ده كلام قانوني، ما اقدرش اقول غير كده. متشكره جدا، انا مش عارفه اشكركم ازاي بجد. تشكرين على ايه مدام ايمان؟ ده شغلنا وده واجب علينا. اهم حاجه تبداي تجهزي لي التوكيل عشان ابدا اتابع اعلام الوراثه، وربنا بقى يقدم اللي فيه الخير. حاضر باذن الله. طب انا عندي سؤال، انا عارفه انه ملوش علاقه بالموضوع، بس نفسي اساله لك من اول ما قعدنا. اتفضلي. طبعا. هو انا شفت حضرتك فين قبل كده؟ أخيرا ربع أرنب بحاله. أني مش مصدق نفسي يا ولاد، ده أني حصورك من الفرح. يا حلاوتكم يا حلاوتكم، ياه أول مرة أحس بالأمان. أخيرا بقيت قوي ومحدش هيقدر يزلني بعد النهاردة. شاهين، ده احنا لازم نتكلم. ما بقاش في بينا كلام يا ساهر، خلاص. جرايه يا شاهين، انت عايزه تتفرج علينا الناس؟ ولو ما مشيتش دلوقتي حالا هفرجهم عليك بجد، عن اذنك. او اسألوا، مش انت كنت نازل تحط على ارض في الصعيد وانا كنت لسه نازل. جنرال فوكس، جنرال يا فوكس، اسعاف 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 بسرعه، اسعاف. انت كويس يا فوكس؟ اسعاف. الف سلام عليك يا حسام. انا زعلان، زعلان رفعت دياوي. طب ما افتكرت تسال عني، ده انا مرمي هنا بقالي سنه ونص. حقك عليا يا ابني، انا فكرت كتير اجيلك، بس كان صعب عليا اشوفك وانت البدله الزرقاء. قولها
قولها. بعد ما كنت بتشوفني بالنسر والنجمة تشوفني بالبدلة الزرقاء في السجن يعني. بس معلش يا باشا عندي سؤال لحضرتك يعني. اتفضل. لما هو كان صعب على سعادتك تشوفني كده ما وقفتش جنبي ليه؟ مش انا راجل من رجالتك؟ مش انا عيل من عيالك زي ما حضرتك كنت بتقول؟ بس انا انت عارف موقفي حساس بحكم وظيفتي وما كنتش اقدر اعمل اي حاجه. لكن لما صدقتوا الادله وكذبتوني يا باشا. صدقتوا الفلوس والصندوق وان انا راجل مرتشي وكذبتوني يا باشا. صدقت ظابط ما يسواش تلات تعريفه وسعادتك عارف الكلام ده ما يسواش نجمه من اللي كانوا على كتافي. وكذبتوني انا يا باشا. كذبتوا تاريخي. كذبتوا عمري اللي كان هيروح 100 مره في 100 ماموريه عشان خاطر البلد. كذبتوا حاجات كتير يا باشا. انا زعلان. ارجوك. زعلان يا رفعت بيه ما تقوليش ارجوك انا زعلان. بس الايام دول ما تزعلش مني. الايام دول وحقي هاخده وهاخده. أرجوك حسام أرجوك بلاش انفعال دلوقتي عشان الجرح اللي عندك. جرح يا ريته كان خلص عليا كنت ارتحت. الجرح ده عمره ما هيلم يا باشا. مش هيلم غير لما اخد حقي. بلغ عمي ان كل حاجه تمام وخليه يحول فلوس من حسابه اللي بره مصر على رقم الحساب دي. حسابه اللي بره مصر؟ والله عشنا وشوفنا ولاد علام عندهم حساب برا مصر. ألف مبروك يا سي علام على وصول البضاعة. الله يبارك فيك يا طاهر. أنا سمعت إن البضاعة وصلت بالسلامة بس يعني ما شفتش ولا حتة سلاح واحدة في مخازن سيدياب. ونخزنوها ليه في مخازن دياب وإحنا عندنا مخازننا؟ براحتك يا سيدي الناس براحتك. وبعدين أنت إيه وسيدياب إيه؟ ما أنت واحد. وبعدين مخازن سيدياب موجودة طالما هتدفعوا أرضية. لا أنا مش هندفع أرضية يا طاهر، قلت لك عندنا مخازننا. براحتك يا سيدي الناس. إيدك بقى على نسبة سيدياب اللي متفقين عليها. دياب ملوش عندنا نسبة، دياب بيشتغل بأجرة نفر. إزاي الكلام ده؟ إذا كان سيدياب هو السبب في كل الخير اللي أنتوا فيه ده. ده كان زمان يا طاهر. لما دلوقتي إحنا مش عايزينه واصل. يا إما يشتغل عندنا بأجرة نفر يا إما يبعد عنينا، ولو ركب دماغه هنبلغ عنه الحكومة ونخلصوا منه. يعني ده آخر كلام؟ آخر كلام وبلغوا ده. ماشي ماشي يا سيد الناس بالإذن. مع السلامة يا طاهر. ألف سلام عليك يا حبيبي. الله يسلمك يا ماما. الحمد لله على سلامتك. انت ليش عمر الشاي باين؟ انت ايه اللي جابك وانت تعبانه؟ ما انا لو ما كنتش كده اطمن عليك كنت هتعب اكتر. انا زي الفل. صرخ سليم قدامك يا ماما. الحمد لله يا حبيبي الحمد لله. عرفت مين اللي عمل فيك كده؟ عرفت وحسابه معايا قرب قوي. لا يا حسام بلاش لو سمحت احنا مش مستغنين عنك. ها والنبي يا حسام يا حبيبي الناس دول ما يعرفوش ربنا. انا بقى هعرفه لهم يا ماما ما تقلقيش. انا واخد اتعامل مع الاشكال دي كويس. طمنيني يا شاهين حسام الصغير عامل ايه؟ كبر يا سيدي وبيسنن دلوقتي وكمان ما بينيمنيش طول الليل. نفسي اشوفه. اوعدك المره الجايه انه هيكون معايا. لا لا بلاش تجيبيه ظن هنا. خليه لما اخرج ان شاء الله ونشبع منه. ادعي لي بس يا حسام ان انت تخرج تلاقيه في حضني لحسن ساهر مصر ياخده مني وما بيزهقش. لا اله الا الله. يا بنتي ما ترجعي له بقى وتريحينا وتريحي نفسك. قول لها يا ابني قول لها ده انا لساني نشف على الاقل الواد يتربى في وسطيهم. مش هرجع له يا ماما مش هرجع له يا حسام. انت حره دي حياتك وانت حره فيها. طمني عليك اخبار الشغل يا محمد. والله الحقيقه مش ولا قول في سلاح كتير قوي داخل البلد ومش عارفين مين وراه. انا عارف. عارف؟ اه عارف. تحب اقول لك؟ مين؟ دياب البطاشة يا محمد. مش شرط يا حسين. لا شرط وانا متاكد من اللي بقوله لك ولو تحب ادلك على اللي يسلمه لك ادلك. والله لو كلامك صح دلني عليه.
في واد اسمه طاهر المصطفي شغال في الإدارة عندنا في البوفيه متطوع. الواد ده أنا كنت زرعه وسط البطاطش عشان يجيب لي أخبارهم أول بأول. وإزاي واد مهم زي ده شغال في الإدارة ومحدش يعرف حاجة عنه؟ لأنه كان عميل سري محدش يعرف عنه حاجة. وأول ما القضية خلصت مهمته خلصت وبعد اللي حصل لي طبعاً محدش يعرف عنه حاجة. ولسه شغال في بوفيه الإدارة؟ هتلاقيه متلقح في البوفيه. أنت متأكد إنه عمي جالك كده؟ واضح إن قلبه جمد وما بقاش محتاج لنا. بعد ما خلص على البضاعة اللي في مخزنك وكسب من وراها يامي. ما أنا قلت لك من الأول يا سيد عمك ده أنا مش مطمن له. كنت عارف متأكد إنه خسيس وهيستغل زنجتي. أبوي لو أقدر أتحصل على الفلوس اللي برا مصر. إيه؟ هو أنت يا سيدي الناس عندك فلوس برا مصر؟ فلوس كتير تعبي فدادين بحالها. يا دين النبي فدادين تجي لها كم فدان كده؟ قول ما شاء الله. فايدتها ايه الفلوس وهي مش معايا؟ ماشي يا عمي حسابك معايا ايه وقته. اوف صدمه نفسه يا عين امه. هو سندوتش ايه ده يا واد يا وهداء؟ ايه جبنه وبسطرمه. جبنه وبسطرمه؟ ده ايه العك ده؟ اني عايز لانشون على بسطرمه. والله عنده حق يزعل سيدياب. ده ايه العيله اللي بيعملوا في بعضهم كده دي؟ ده تكون قرف عيله منتنه. محمد بيه. طاهر المصطفي فين؟ استقال يا باشا بقاله سنه والزينه ما عادش بيجي هنا تاني. استقال؟ اه يا باشا استقال. ايه خدمه؟ طاهر في شغله في مصر وما بيجيش الا في الاجازات. ما انا رحت له مصر قالوا لي مش هناك. تلاقيه في مهمه سريه، اصل طاهر بيه اخويا دي مسؤول كبير قوي قوي في الداخليه. لا والله. ايوه امال ده الداخليه كلها بتعمل له الف حساب. لا والله. وما يقدروا يستغنوا عنه، ده لو غاب عنهم يوم واحد يلوصوا. وبعدين يا باشي انا تحت امر سيادتك، يعني لو عايز منه اي حاجه انا ممكن اتوسط لك عنه. لما يجي دي له الكارت ده خليه يكلمني ضروري. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد نجيب الهلالي ضابط شرطي. يا سناسوخي انا شكلي عكيت في الكلام وخبطت في الحلل. وصلتني اخباريه بتؤكد ان في شحنه اسلحه جديده اتهربت من الخارج وجاري توزيعها داخل البلاد، والمطلوب منكم سرعه التحرك، ضبط الجناه، مصادره الشحنه. انا اجتمعت بيكم دلوقتي عشان اعرض خطتي، وبالتالي كل واحد فيكم هيعرف مهمته. محمد نجيب الهلالي ده اخو حسام بيه؟ معرفش، هو ساب لنا علوانه وقال انك لازم تكلمه عشان عايزك. يا ترى ده عايز ايه؟ معرفش. واني بسالك انت يا بهيمه؟ طب ما تكلمه يمكن تعرف. اكلمه؟ يا خبر بفلوس بعد المكالمه يبقى ببلاش. قري يا ولي قري من قدامي عشان اعرف اكلم الراجل. محمد بيه؟ أنا طاهر المصطفي. أيوة أنا قلت كده والله. طمني يا باشا حسام بيه أخباره إيه؟ ربنا يفك سجنه. أنا تحت أمرك. أنا كده كده نازل مصر الصبح. طب خلاص نتقابل هناك الساعة 6. سلام يا باشا. يا ترى عايز ايه دي؟ عايز اقبض على دياب. دياب؟ واني مالي ومال؟ انا من ساعة اللي حصل لحسام بيه واني ماليش أي دعوة بالشغلانة دي، سبته. يعني ايه يا طه؟ يعني خلاص يا سعادة الباشا، أنا دلوقتي بشتغل شغلانة تانية. عايز اقبض على دياب. طب يا باشا يعني اديني شوية وقت وأنا هعس، وأي حاجة هعرفها حاجة أقولها لك. هتجيب لي المعلومات إمتى؟ قول يا رب يا سعادة الباشا. أي معلومة تعرفها تيجي تقول لي على طول يا طاهر.
أوامرك يا باشا. بقول لك ايه يا فوكس، فك من الكآبة اللي انت فيها دي، بهت علينا. الله، احنا كنا فرفوشي نعنوشي، بقي وقع مني مش عارف اضحك تاني. فيها يا جنرال بقى، نتحزم ونرقص لك؟ فكها دي او هتعدي يا رجاله، ما تعملوش هم، ناموا انتوا رايحه بس. مفيش حاجه اسمها نوم واحنا شايفينك كده، ننام ازاي يعني؟ بقول لك ايه، هفكك يعني هفكك، افكك منين؟ بقول لك ايه، اللي زعلك يزعلنا، واللي يفرحك يفرحنا، ولعله خير ان شاء الله. عندك حق، لعله والله. يا رب لعله، يا رب يجي الخير. ربنا ما يحرمنيش منكم يا رجاله. صحيح الناس معادي وما تعرفهاش الا لما تعاشرها. على رأي المثل، تعرف فلان يعرفه، عاشرته لا ما عاشرتوش تبقى ايه؟ ما تعرفوش. وانا عرفتكم، وحقكم عليا لو حد زعلان مني في حاجه. فك يا فوكس. حاضر يا ريال. يلا رجاله تصبحوا على خير، ريحوا. احكي الهتياب، ده انا عمك اخو ابوك. لو كان ابويا عايش كان برك رصاص مسدس في راسك. ودلوقتي في الوقت نبعتك انت وهو للاخر عشان تسلموا على ابويا واخويا جابر كمان. ما توديش نفسك في داهيه يا ديان. انا كدي ولا كدي رايح داهي؟ وما تنسوش شيء، اني واخد حقني بالاعدام. انتهت على روحكم، انتهت على روحك يا ديان. حد كده كفايه قوي، اخرتك هتفضل ليله ولا يدك. قبل ما تعمل كده اكون ضحك بالنار وفرتك دماغك دي ونسلم جدتك الحكومه واكرموني كمان. ارمي سلاحك يا دياب وخلينا نتفاهموا بالاداب. هجاوي هجاوي يا عمي، وانتوا اللي عاوزين تقتلوني لعبه سلمي لحد. هاجني وانت اخوي. دلوك دلوك افتكرتني وانت اخوك. الجرابه حاجه وشغل حاجه ثانيه يا ولد منصور، وانتوا اول من شرع العرف ده، انت وابوك واخوك. فاكر ولا نسيتوا كنتوا بتعملونا كيف؟ طول عمرنا طول عمرنا بين عملكم وولاد عمنا. انتوا ما كنتوش بتعنوا ربي اصله. احنا ما حصلناش عندكم انفار حد. اسمع يا دياب، لو قتلت واحد منينا مش هتلحق تقتل التاني، الباقي هيخلصوا عليك. خلينا نتفقوا مع بعض اتفاق جديد. وقدامكش غير كده يا ولد اخوي، انت كده اللي خسران، ولو نزلت السلاح يمكن تكسب. نزل يا تمام مسدسك، وانت يا همام. اكده عين العدل، عشان اكده انا مش هقتلك. يكون في علمك يا واد منصور، الماضي خلاص راح واتدفن مع ابوك واخوك، ومن النهارده هكون في نظام جديد. لو عاوز تشتغل معانا هديك أجرة نفر. كيف؟ كيف أنا اللي بجيب البضاعه؟ مش واقفة عليك، في غيرك كتير يتمنوا يوردوا لنا بضاعة ولا الحوجة ليك. وانت مش مقدر ضعفك ولا ايه؟ ولا عامل حساب لوضعنا الجديد اللي خلانا أقوى منك؟ هتعيش يا واد منصور، هنسيبك تعيش، بس اوعى تخرج عن طوعنا. لو حسينا انك بتلعب بديلك كده ولا كده هنبلغ عنك الحكومه، فاهم؟ حاضر يا عمي، حاضر يا عيال عمي. اول ما رتبوا للعمليه هبلغكم. اشوف وشك بخير يا باشا. كفارة لعله، ولو انك هتوحشنا صح. انت اللي هتوحشني يا باشا، وربنا يفك سجنك قريب ان شاء الله. قادر يا كريم، ناوي تشتغل ايه لما تخرج؟ اي شغلانه قاسمها لي ربنا، ان شاء الله اكون بارس في السيما. المهم ان انا خرجت من هنا، وعايزك يا باشا تسامحنا على اي دقه ناقصه عملتها معاك. مسامحك لعله، والله العظيم مسامحك من قلبي. السلام يا زميلي. سلام يا بوب. سلام يا حبيبي، هحصلك. هتوحشنا يا لعله، بس باذن الله خير ان شاء الله. لعله لولا ان انت حبساجي كنت اتمنى تبقى اخويا. ها
هتوحشني. كلنا في الهوا سوا. لسه ما ماتش. كيف يعني؟ انت ما كانش حد يخلصنا منيه وهو في سجنه؟ وحياتك مرتين، مرة فلت منيها والتانية السلاح بدل ما يجي في قلبه صاب جنبه. والحل دلوقتي ادخل عليها في سجنه؟ اطمن، هنجربه مرة ثالثة والثالثة تابعة ثالثة وربع وعشرة كمان. اقتلوا يا بلغم اقتلوا. انا قابلت طاهر ووعدني ان هو هيبلغني اي معلومة يعرفها عن دياب. ابوس ايدك يا محمد، انا مش هرتاح ولا يهدى لي بالي لما اشوف دياب ده متعلق في حبل المشنقة. متقلقش، طمني عليك. انت عامل ايه؟ زي ما انت شايف على حطت ايدك اهو، استني الايام تعد واخلص. هانت، انا سبت لك فلوس في الامانات عشان لو عاوز تعمل اي حاجه بيها. ازمه وتعدى يا حسين. دياب دي ولدي مدارس وراحت عليه خلاص، وباقي عامل زي الشيخ شيخه في يدنا. كان منى عيني تخلصوا عليه. لاجل حكمك ما تترمل زي ما انا اترملت. لا يا نجيب، اهو دياب بالذات يا نجيبه لازم أن يعيش. ليه؟ على راس ريشه اياك ولا اغلى من جابر جوزي؟ لا ده كلب ولا يسوى. بس انا افهمك يا نجيبه، دياب ده هو الوحيد اللي عارف طريق الراجل الكبير ومصالحنا في يده. وانت اطمني، اول ما نخلص من العمليه اللي جايه هنجيب عليها وطيها ونخلص منه. اكده ربنا يطمنك يا ولد، خليك لي الباقي في حياتك يا دولار. شد حيلك يا دولار، ده امر ربنا اخويا والله. انا اللي موتها يا جماعه، انا اللي موت امي. ما تقولش كده يا دولار، مامتك دلوقتي في حته احسن من هنا، مامتك في الملكوت مع ربنا. ده عمرها ولكل اجل كتاب. بس انا لو ما كنتش دخلت السجن كانتش ماتت بقهرتها عليا. وحد الله، انا كل اللي وجعني انها ماتت وهي زعلانه مني. دولار حافظ الفاتحه، حافظ الفاتحه، اقرا الفاتحه لامك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقوم يا ديه وحدان تعمل لنا كوبايتين شاي. ماليش نفس. اعمل كوبايه واحده يا معفن. طاهر. ايوه يا سيد الناس. عاوزك تبلغ عمي اني كلمت الناس اللي برا، وخلي يجهز نفسه للعملية الجديدة، وتقول له يحول الفلوس على نفس الحساب اللي حول عليه قبل كده، لأنه الشحن حتكون على وصوله ظرف أيام. الله أكبر، هو ده الكلام. خلينا بقى نرجع نشتغل زي زمان بدل قعدتنا اللي جايبالنا الخسارة دي. وعاوزك تتصل على الحكومة وتقول لهم على مكان وزمان العملية، وتقول لهم إنه دياب حيبقى في العملية كمان، ولما يسألوك عن اسمك تقول لهم فعل خير وتقفل السكة جوا، مفهوم؟ والنعمة الشريفي أني ما فاهم حاجة. كيف؟ يبلغوا عنك وعن بضاعتنا وعن رجالتنا كيف؟ أنا أقول لكم، عاوز الحكومة تكبس عليهم متلبسين، واللي بيفلت منيهم إحنا هنخلصوا عليه، وكده نكون ضربنا عصفورين بحجر. أول هام نخلص من عمي وعياله ومحدش يزحمنا في الشغل، وتاني هام محدش حيطلب تاره منيني، وتالت هام لازم الحكومة تعرف إنه دياب اتقتل في العملية دي. فاهم حاجة يا مصطفي؟ أيوة طبعًا. اتقتل وما اتقتلش، يعني نعملوا تمثيليه على الحكومه عشان نقفلوا صفحه دياب ونشتغلوا على نظافه. والله وجات لك على الطبطاب يا طاهر، وبكده تبقى رميت للنقيب محمد علام واولاده عظمه يعضعض فيه، ونفذت وعدك لدياب وثبت حسن نيتك في الناحيتين، ويخللنا الجو واني ودياب، ومحدش يقاسمنا في لقمة عيشنا. ساهر. ايوه ماما. ابنك وحشني قوي ونفسي اشوفه. مين سمعك بس يا ماما؟
انا كمان نفسي اخده في حضني واشبح منه. يا ابني اتصرف، اعمل اي حاجه، هاته منها. انت مش محامي وتفهم في القانون. ماما انا فاهم ان القانون ده هو اللي مسكتني. طب يا ابني ما تحاول تفهمني كده الحكايه دي. انا هفهمك يا بابا. شهندة دلوقتي من حقها انها تحتفظ بالمولود لحد ما يتم 15 سنه. ياه 15 سنه يا مين يعيش. يبقى انا عمري بقى ما هشوفه ابدا. لا يا ست، كل بعد الشر عليك. طب ما تحاول يا ابني تقعد انت وشهندة وتتفاهموا مع بعضيكوا، يمكن توصلوا لحل يريحك ويريحها. دي عنادية، ما ينفعش معاها تفاهم ابدا. بس انا بقى هعرف ازاي اجيبه بطريقتي. هو انت مش كلمت السكان بالذوق؟ وما رضيوش. بذمتك في حد عاقل هيسيب شقه زي دي اليومين دول؟ خلاص، يبقى مش هينفع معهم الذوق. ساعتها بقى هم اللي جابوا نفسهم وقطعوا احسن من ناحته. يعني ايه؟ مش فاهم. هفهمك. احنا بقى هنفضل وراهم لحد ما نزهقهم ونطهقهم ونطفشهم من هنا، تقطع عليهم الميه، ولما يلاقوا نفسهم خلاص هيموتوا جوه شوائهم، هم اللي هيطفشوا ويقولوا حقي برقبتي، وهيبيعوا بالسعر اللي انت هتقول عليه. يعني لما اقطع الميه واقفل المحبس مش هيعرفوا يفتحوه تاني؟ محبس ايه اللي انت هتقفله وانت اللي هتفتحه؟ انا اقصد انك تجيب سباك هيحط في المواسير بلك واسمنت ويقفل الميه خالص. ساعتها بقى عايز لهم شهر عبال الميه ما ترجع. في الشهر ده هيعفنوا وينتنوا، ولو صلبطوا اكتر من كده اعتقد ده ان هيموتوا جوه الشقه. الذكاء ده! طب ما احنا كده هننتن معاه. لا، البركه فيك انت بقى، تقنع اختك ايمان انها تاخدنا الشهر ده عندها. ما لقيتيش غير ايمان؟ دي بتكره الكره العامه وما اظنش ان هي هتوافق. هتوافق، لان مش هيهون عليها امها تنتن معانا. يا سلام، هتاخد ماما وتسيبنا انا وانت هنا يا حبيبتي ننتن مع بعض. لا، ما احنا هنشبط في امك زي القراد، وهنخلي امك هي اللي تقنعها ان احنا نروح معاها. تفتكري بقى ايمان هتوافق؟ هتوافق. عيب عليك، انا لولا وفي كل حاجه بطلع الاولى. مالك يا سيديان؟ تعبان، تعبان قوي يا حكمت. ألف سلام عليك من أي تعب يا غالي. كل الدنيا ضدي، أنا واقف لحالي. ما تقولش كده، أنا معاك وفداك وبقولها لك من قلبي. كان نفسي لما يتولد ولدي وفتح عينيه يلقى ابوه واقف قدام. كان نفسي اربيه وسطيكم. عاوزين نعيشوا زي الناس يا حكمة. ده مقدر ومكتوب يا سيدي. ما اعرفش اعمل ايه. ما اعرفش اعمل ايه. لازم الاقي حل. مش دياب اللي يبقى قليل حيله. قليل الحيلة؟ هو انت لما تتدست من الحكومة تبقى قليل الحيلة؟ طب ده جوة، عشان اللي بيقع في يدهم بيبقى ضعيف بعد الشر عنيك. هو في ودودي بس ما قدرش حدد الاصوات. لما تشوفي بعناكي هتعرفي انها بطاله. يا حكمت، يا حكمت افتحي افتحي يا حكمت افتحي يا حكمت. ايوه حاضر جايه. ها افتحي يا حكمت افتحي. حاضر جايه. ها في ايه يا نجيب؟ مالك يا ولية بتخبطي عليا كده ليه زي المجانين؟ تهني لما يركبك. انت عاوزاني اخبط عليكي؟ كافية يا بنت الاصول. ما تخبطيش عليا واصل، انت مالك ومالي؟ مالي ومالك؟
انت عاوزاني اعرف ان في راجل في اوضتك واسكت كمان؟ اخرسي قطع لساني. قطع لساني ماشي، وداني وهقطعها لك عشان ترتاحي. نجات قولي سمعتي؟ بصراحة كده يا حكمة أنا سمعت صوت واد ودا بينك ومن حد جوه. واه حددتي نجات؟ ده اللي حصل ومستنظر جوابك. لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف أقابل راجل وأنا على سلفة راجل يا ناس؟ ولدي نايم قدامكم. قولي أنت يا ست حكمة. ده صوت الراديو، في مسلسل إذاعي كنت متابعاه كل ليلة. بكفايتي كدبات. خبرك إيه يا نجيبة؟ هملي حكمة في حالها. هو أنت بالعافية عاوزاها تبقى خاينة؟ مش أنا اللي سمعت لوحدي. نجات انطقي. بكفايك يا عاد بقى يا نجيب، قالت لك إنه الراجل. وصدقتيها يا نجات؟ وما تصدقنيش ليه؟ عمري قلت حاجة وما طلعتش صح؟ الدر والبقع اللي معجونة بمية الكد واخرة المتمة تتعني في شرفي. يا بوي عليك يا نجيبة، انت كده طول عمرك عتشك في خلقاتك. لكن لا لحدك ده وكفاية. قسما عظما يا نجيبة يا بنت علام، لو اتكلمتي عليا بالطريقة دي تاني لكنت خاكي بالنار. جات نصيبة تشيلك ما تحطك. يلا اطلع برا اطلع. تشكك بشرفها يا نجيبه؟ مش معقول كرهك لها يوصلك لكده، وبعدين ده موضوع يترفعها رقاب. مش انا اللي سمعت بس. نجات قولي يا نجات. اه وخاها عليك يا وكلا ناسك، ما قالت لك بتسمع حكاوه في الراديو؟ حكاوه؟ ماشي بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. ما كفاياكي سمع يا نجيبه من ورا الحيطان. اتقي ربنا يا نجيبه وهمليها عاد. سيب ام منصور في حالها. ماشي ماشي يا حبيبتي ماشي. بكره الحقيقة تبان يا حبيبتي. أهو أنت كده يا باشا عرفت مكان وزمان العملية. مش ناقص غير إن أنتوا تقبضوا عليهم متلبسين ولاد الأبلسة دول وتريحونا من شرهم. أنت متأكد من المعلومات دي يا طاهر؟ إلا متأكد يا باشا، ده أنا طاهر البسطيه اللي عمره ما قال معلومه وطلعت غلط. حتى اسال حسام بيه ربنا يفك دقته. انت عارف انك جدع يا طاهر. اشمعنى يا باشا؟ يعني عشان عرفت تجيب معلومات مهمه زي دي في وقت قصير زي ده. يا باشا هما مش بيقولوا الشرطه والشعب في خدمه الوطن؟ طبعا. اهاني بقى في خدمه الشرطه والشعب والوطن في نفس ذات الوقت، يعني ثلاثه في واحد. يا للدرجه دي؟ يا باشا انا مواطن صالح وعندي استعداد اودي نفسي في داهيه عشان خاطر مصر. ومصر مش هتسيبك يا طاهر. ليه يا باشا؟ وانا عملت لها حاجه؟ سلام يا دولار. خد بالك من نفسك يا مومبيل. والميسي مومبيل. نشوفك قريب، ادعمنا. حبيبي. فديت عليا انا وانت ولا ايه؟ انت متاكد ان دياب هيكون حاضر في العمليه دي؟ ايوه فانا متاكد. متاكد كمان من مكان وميعاد العمليه وكله موجود في الملف اللي قدام سعادتك. انا قريت الملف وخطتك عجبتني جدا يا محمد. ده مجهود عظيم، ولو معلوماتك كلها صح وقبضنا عليهم هيبقى انتصار للداخليه. ان شاء الله يا فندم. بس انا كان ليا طلب عند سعادتك. اتفضل. انا كان نفسي حضرتك تديني الشرف ان انا اقود العمليه دي، وخصوصا ان انا اللي وضع الخطه وعارف مفاتيحها كويس. شوف يا محمد، رغم ان رتبتك صغيره اوعدك لو اداره العمليات وافقت على الخطه انا هديك الفرصه دي. انا متشكر جدا يا فندم، ده جميل عمري ما هنساه لسعادتك. انت بتفكرني بحسام، كان دماغ في رسم الخطط وتنفيذها. وعلى فكره الخطه دي فيها من روحه. انا اسف لسعادتك. اتفضل. زي ما بقول لك كده، قاعد في المحل لا بيا ولا عليا، ولا لك المحضر داخل عليا شافت بطنه ومعدي بيقول لي الست ايمان هانم رفع عليك قضيه
انها بتطالب بمراس جوزها. ولا تزعل نفسك يا حبيبي، سيبها تخبط راسها في الحيط وتبقى تقابلني لو طالت مليم واحد. ازاي بس يا عفيفه؟ ده الورقه مكتوب فيها انها بتطالب بالمراس عن طريق حاجه اسمها الوصيه الواجبه. بسيطه خالص، روح للمحامي وشوف هيقول لك ايه، واكيد هيلاقي لك الف مخرج. وبعدين يا حبيبي ما انت عارف المحاميين ليهم سككهم. انا قلقان قوي عفيفه، شكلها كده المره دي مستمويته على حقها هي وبنتها. انت هتشيل الهم ليه قبل اوان؟ حط في بطنك بطيخه صيفي، المحاكم حبالها طويل، والنوعيه اللي زي ايمان دي نفسها قصير، اخرتها هتزهق ومش هتقدر تكمل، وان اوحت هددها بايصال الامان. ماشي يا مرات اخويا، وديني وما اعبد، ده لففك على المحاكم ودوخك السبع دخات، وعرفك ان الله حق، وهتشوفي منير هيعمل معاكي ايه. دلوقتي انا شرحت لكم الخطه اللي وضعتها مع سياده اللواء رفعت الخولي. عايز افكركم تاني ان دياب هيبقى في العمليه، يعني لازم نقبض عليه متلبس هو ورجالته. الو، انا ريهام يا محمد. ازي حضرتك يا فندم؟ كلمتك كذا مره من موبايلي، ليه ما بتردش عليا؟ ما خدتش بالي، معلش. محمد، والله انا مالي ذنب في موضوع فسخ الخطوبه، بابي هو اللي خد القرار ده لوحده. طب ممكن نتكلم في الموضوع ده بعدين عشان عندي اجتماع. طيب يا محمد. حد عنده اي اسئله؟ مرات اخوك على حق يا منير. يعني ايه الكلام ده بقى يا استاذ لطفي؟ يعني من حقها تاخد نصيب جوزها المتوفي من ورث ابوه بما لا يزيد على التلت بمقتضى الوصيه الواجبه. وصيه واجبه؟ والوصيه الواجبه دي تطلع ايه بقى دي ان شاء الله؟ الوصيه دي للاحفاد اللي ابوهم بيموت وجدهم عايش، ولما بيموت الجد بيبقى ليهم حق برضه في الميراث. طيب يعني مفيش اي مخرج تاني يا استاذ لطفي؟ مخرج ايه؟ مقفوله بالضبه والمفتاح. يا دي النيله، يا دي القرف اللي الواحد عايش فيه. جرياس يا منير، انت اخويا مش ناوي تدفع الايجار المتاخر عليك ولا ايه؟ يا دي الصباح الاسود اللي احنا بنقوله، اصطبحنا واصطبح الملك لله، امرني. اصل لقيتك كده اخويا مطنش على الايجار من ساعه الحاج عز الدين الله يرحمه ما مات، قلت اجي لك بنفسي. أمرنا حبيبي، أنا تحت أمرك. الأمر لله، بس أنا سمعت إنك ناوي تغير نشاط المحل وتقلبه كافيه، الكلام ده مظبوط يا منير؟ مالكش فيه، ده محلي وأنا حر فيه. لا يا حبيبي مش حر، وما تقدرش تعمل كده قبل ما تاخد موافقة كتابية مني. عارف ليه يا منير؟ لأن أنا المالك أخويا، ولازم نغير العقد كمان بقيمة إيجارية أعلى من الأول. حيلك حيلك، إيه كل ده؟ هو كده. طب خلاص يا سيدي، ما تزعلش نفسك، ايه رايك بقى انا هقلبه قهوه، واعمل اللي انت عاوزه واعلى ما في خيلك اركبه. كده يا منير؟ ايوه كده يا حبيبي. طيب يا حبيبي، ما تبقاش تزعل مني بقى لما ارفع عليك قضيه واكروشك من المحل. سلام. سلام. اكروشك من المحل. استاذ لطفي، بما انك انت راجل محنك في القانون وفاهم في الحاجات الواجبه اللي مش الواجبه دي، الراجل اللي كان واقف هنا ده كلامه مظبوط؟ كلامه كله على حق. جرى يا لطفي؟ لطفي كده حاف من غير استاذ؟ ما انت خلقتني، انت معايا ولا معاه؟ انا محامي وبتكلم بالقانون. يا راجل بلا قانون بلا زفت. قوم قوم توكل على الله، قوم روح مكتبك، يلا اشرب بطلك وعد وامشي من هنا. يلا انت مفيش قدامك غير انك تماين معاهم بدل ما تتهور وتتعور. يعني انت شايف كده؟ انا شايف كده بدل ما تخسر. اخسر ايه؟ ما انت دخلتك عليا خسرتني الجلد والسقط. قلت لك بقى اشفط بطنك وعدي وامشي من هنا بقى. قوم بقى، انا تعبان منك، قوم. حاف من غير غموس؟ غموس على ايه يا حبيبي؟ على الاستشارات القانونيه اللي انا لسه مديها لك دلوقتي. استشارات قانونيه سودا منيله ب60 زفت على دماغ انا وانت. قوم قوم من هنا، يلا قوم، انا مش فاضي. ولعلمك التوابل دي مش هتاخدها ولا البهارات، اتوكل على الله. يلا انا غلطان اللي جيت لك. اتفضل. شبه ربطة التوم اللي متعلقة في البلكونة. جبت لك كل الورق اللي ناقص والورق اللي يثبت حق معتزف ميراث مامته. تمام كده، كل الورق استوفى وموقفنا القانوني بقى ما فيهوش ولا ثغرة. أهلا وسهلا. أهلا أهلا.
ماما مدام ايمان عميله عندنا في المكتب. اهلا يا حبيبتي. اهلا اتفضلي اتفضلي. انا اسفه جايه من غير ميعاد. لا ابد تشرفتي اتفضلي. مش ده المقدم حسام الهلالي؟ اه ده حسام اخويا الكبير، انت تعرفيه؟ ده كان زميل معتز جوزي الله يرحمه. معتز؟ ايوه يا طنط. ايه ده؟ انت مرات معتز الضابط صاحب حسام اخويا؟ ايوه شفتي بقى، انا قلت لك ان انا شفتك قبل كده، احنا جينا فرحك. ايوه صح. يا سبحان الله، الدنيا دي ضيقه قوي. طمنيني عليكي يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ وبنتك عامله ايه؟ انت مش برضه عندك بنت؟ ايوه يا طنط. اسمها ايه يا ايمان؟ اسمها ملك. الله. ملك ما شاء الله، اسم جميل خالص، ربنا يخليها لك. ربنا يخليك يا طنط. طب وحسام عامل ايه دلوقتي؟ يعني الحمد لله راضي بقضاء ربنا. الحمد لله، انا لسه مش فاهمه ازاي ده حصل له. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. حسام اتظلم يا ايمان وكان ضحيه للغدر، بس هو لسه عايش وان شاء الله هيخرج من محنته اقوى من الاول، عشان هو على حق ان شاء الله. شهادة الضابط محمد والقوة اللي معاه أكدت إن أنت ميت، والتحليل اللي هو اسمه دي إن إيه؟ أيوه هو ده. ده ما عرفوش يعملوه لأن الجثث كلها اتفحمت وشكلهم كده، قريب قوي هيعملوا لك شهادة وفاة بإذن الله. وهدان حكمة عاملة إيه؟ مجبور عليك وقلبها مكسور. عال العال حال إنها مجبورة وقلبها مكسور؟ أنا كان لازم أعمل كده عشان كل الناس تصدق إني مت. بس أنا شايف يا سيدي الناس إن إحنا نقول ليه؟ دي مهما كان ستر وغطى علينا، بدل ما يحصل لها حاجة من قهرتها عليك بعد الشر. بقول لك إيه، اللي رماك على المر غير اللي أمر مني. بكرة هتسامحني. يا حزني اللي محوتني ومش عايز يفارقني، يا سواد أيامي من بعدك يا دياب، يا سواد أيامي. شفت يا منصور، أبوك فاتنا وراح، فاتك يتيم الأب. بس ما تخافش، طول ما أنا فيا نفس محدش هيقدر يهون نواحيك واصل، وربنا يقدرني أحافظ عليك وأخد لك حقك وأربيك وأكبرك لحد ما تبقى سيد الناس كلها. بس يا خد بالك من نفسك وبسألوا عليك. وانت كمان خد بالك يا جنان من نفسك. امشي يلا يلا امشي. كده برضه أهون عليكي؟ ترفع عليا قضية في المحاكم وتمرمطيني كده؟ ما كانش العاشم يا مرات الغالي. عشان إيه؟ ما أنا جيت كلمتك كذا مرة وأنت ما نفعش معاك. ما يصحش كده يا إيمان، عيب. الراجل مهما كان في بيتك وإكرام الضيف واجب، ولا إيه؟ أنتِ ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. أنتِ إيه اللي معادك معانا أساساً؟ ما تتفضلي تقومي. جرايا يا ست إيمان، هو أنا كلمتي تقيلة على قلبك كده على طول؟ آه هي كده، ممكن تتفضلي تقومي؟ خلاص خلاص يا إيمان، خلاص الراجل جانا لغاية عندنا مسامح كريم، هو حس بغلطه، مفيش داعي المحاكم يا حبيبتي. والله يا قمر، والله الست دي قمر. وبعدين شوفها بنت الناس، إحنا ممكن نحلها ودي، بينا وبين بعض، وما نروحش المحاكم وندخل الغرب بيننا. وإذا كان ليكي حق يا بنت الناس، خديه على دماغي من فوق. قلتي إيه؟ ماشي. نقعد المحامين مع بعض
وهم يتصرفوا في الموضوع، واللي فيه الخير ربنا يقدمه. ايوه كده، الله يرحمك يا معتز ابويا. فعلا عرفت تنقي كده بقى يا مدام ايمان، تبقي ضمنتي حق المرحوم معتز في بيت الحلميه. شكرا جدا، مش عارفه اقول لك ايه والله، تعبتك معايا. تعبتيني في ايه؟ ده شغلي. كتر الف خيرك يا استاذه. عايزين بقى كل واحده فيكم خدت حقها التالت ومتلت، مش عايزين حاجه مني تاني. لا لسه نصيبنا في المحل. محل ايه؟ المحل ده ايجار، والايجار لا يورث. هو الايجار لا يورث لانه مش من ضمن تركه المتوفى، انما ايراد المحل ليكوا حق فيه. الله 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 الله. ايه يا استاذ، ما تشفط بطنك وتعدي مال. ماشي ماشي، ومع ذلك ماشي، ايراد المحل هقسمه كل اول شهر بشرع ربنا. اصل بيني وبينكم انا ما بحبش ادخل بيتي لقمه حرام. اهلا يا استاذ حسام الهلالي، اتفضل. شغل على الصور. امضي لي بقى انك استلمت حاجتك. حاضر امضي لك. تفتكر هنا احسن ولا بره احسن على الصور؟ اهو كله محصل بعضه يا ابني، هنا سجن صغير وبره سجن كبير، وده احنا عايشين. صح، بره سجن كبير. ماشي، يبقى خلينا نشوفك بقى. نشوفك في السجن الكبير بقى على الصور ان شاء الله. السلام يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا دفع. عربيتك دي؟ اه يا حبيبي. مبروك. الله يبارك فيك يا حسام، عقبالك. ابراهيم. الو. ايه يا استاذ ابراهيم، الملف هتلاقيه عندك في درج المكتب. لا انا ساعتين ان شاء الله وهكون عندك. يلا مع السلامه. واضح انك بقيتي مشغوله. هعمل ايه يا حسام، شغلتي علمتني اشيل هموم ومشاكل الناس فوق مشاكلي. اي علا، ها اجلتي القضيه في المحكمه؟ طيب تمام، لا استنيني في المكتب، انا ساعتين وهكون عندك. ايه؟ انا في مشوار شغل، هاجيلك على طول على المكتب. يا بنتي قلتلك بقى قضيه الشيكات دي ملهاش حل، حليها انت. يلا مع السلامه. يو مش هرد. سوري يا حسام، مش عارفه اتكلم معاك كلمتين على بعض. ولا يهمك، مفيش حاجه بتفضل على حالها، واضح ان الدنيا اتغيرت، بقيتي مهمه في شغلتك. كلنا اتغيرنا يا حسام، ومفيش حاجه بتفضل على حالها. صح، مفيش حاجه بتفضل على حالها. صح. ماشي يا هندي. ايوه يا محمد، انت فين يا حبيبي؟ هكون فين يعني؟ في الشغل. انت نسيت ان النهارده معاد خروج حسام؟ حسام؟ لا مش ناسي، بس اتخذت في الشغل، انت عارف الشغل ما بيرحمش، فمعرفتش اجيبه. معلش. ولا يهمك يا سيدي، انا رحت وجبته ورجعنا على البيت، وهو عايز يكلمك. لا استني يا شهندة بس، عشان انا في اجتماع مهم ومش هينفع اكلمه دلوقتي، هكلمكم تاني. يلا سلام. بيقول ان عنده اجتماع مهم واول ما يخلص هيكلمك. احنا مش هنستنى حد، احنا هنقعد ناكل. اقعدي اقعدي، انا عامله لك بقى النهارده كل الاكلات اللي انت بتحبها. ربنا يخليكي لي يا ماما. الله الله يا سي حسام، بقالنا كتير قوي ما شفناش وليمه زي دي، من الواضح ان انت غالي عند ماما قوي. كانش في داعي تتعبي نفسك يا ماما. يا حبيبي لو ما تعبتش عشانك هتعب عشان مين؟ انا كان نفسي اريحك وما تعبكيش. جرى ايه يا حسام؟ ما تشمر ايدك يلا وتاكل، عشان اول ما تخلص اكل نقعد كده نمخمخ لنا في كوبايتين شاي زي زمان عشان نشوف هتعمل ايه. هعمل ايه في ايه؟ في مستقبلك طبعا، هيكون في ايه؟ جرى يا شاهين، بس سيبيه يشم نفسه وياخد حريته الاول، وبعدين بعد كده يفكر هو هيعمل ايه. حريتي؟ كل يا شاهين. كل يا ماما. اتفضل. الحقني يا العلب، الحقني يا ابويا. فيها يا بنت يا زوزو؟ شوشره جوزي طلقني.
وانت شفتيه فين؟ كنت لسه عنده بظروف السجن. ظروف السجن؟ طب اهدي اعمل لك استباحه تروقك؟ يا وايه الجديد في كده؟ ما انتوا كل شويه بتطلقوا ويردي. لا 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 لا، المره دي مره غير كل مره، المره دي طلقه الثالثه يا لعله. والتالتة تابتة يا زوزو، يلا احسن. اصل وش امه كان فقر ويقطع الخميره بالبيت. يخص عليك يا لعله، ما تقولش على شوشره كده، شوشره ده اجدع راجل في العالم. ده هو الوحيد اللي دمه جه على دمي من اول لحظه. ولما انتوا دمكم والف على بعض قوي كده، كل شويه تتخانقوا وتتطلقوا ليه؟ الحب يا لعله، الحب. الحب صحيح. قط ما يحبش الا خناقه. ولا عمل دلوقتي، هعمل انا دلوقتي بقى؟ ولا حاجه، يلزمك محلل طبعا. وماله يا اخويا؟ هات محلل من اللي بتقول عليه ده. هات المحلل وانا يا بنت هنزل احللك تحت في المعمل. يا اخويا ما تجيبه من مطرح ما تجيبه، هو انا هفتش وراك؟ المهم بسرعه قبل ما شوشوره يخرج من السجن وتلف عليه اي واحده تانية غيري. طب وانا هجيبه من ايه؟ معارفك، صحابك كتير قوي يا لعله. الله اكبر، كلهم في السجن. بقى كده يا لعله؟ مش انا وقفت جنبك لما طلعت من السجن وبطفحك الطفح اللي بتطفحه ده والدخان اللي بتحرقه ده؟ ماشي يا لعله، ماشي ماشي يا اخويا. جري يا بنت، حيلك حيلك. انت هتجيب عليا وتزليني ولا ايه؟ معاش ولا كان اللي زلك يا اخويا، بس القصد يعني انا وقفت جنبك وانت بردك اخويا ولازم تقف جنبي. وانا بردك هظبطك. مش القصد، انت برده اختي حبيبتي. كام دو؟ 5 نيات يذبحوا رقبة الحمامة، وأول ما تجيب لي الخروف هجيب لك زيهم. خروف خروف، ولعله خير إن شاء الله. خلاص يا منيرة، كل واحدة فينا أخدت نصيبها من الميراث، يعني إحنا دلوقتي ما بقاش في أي حاجة توقف لنا مشروع الكوافير بتاعنا. طب وهو فين المحل اللي هنعمل فيه الكوافير؟ يعني هي دي اللي صعبة يا منيرة؟ ما أنت تروحي تدوري في ناحية وأنا أدور في ناحية، بس المهم إن إحنا نلاقي محل موقعه كويس ومساحته مناسبة. خلاص ان شاء الله من بكره هنزل ادور. بكره ايه يا منيره؟ انت ما زهقتيش من شلبي اللي بيزلك على كل جنيه بتطلبيه منه؟ لا عندك حق يا ايمان، انا كمان كان نفسي احقق الحلم اللي طول عمري بحلم بيه، على الاقل حتى ارتاح من شلبي وقرفه واعرف اربي العيال. يبقى النهارده. صباح الخير يا ماما. صباح الفل يا حبيب ماما. امال فين محمد وشاهين؟ محمد وشاهين ده راحوا مشاغلهم. بص بقى، انا حضرت لك الفطار، هتقعد تفطر زي الشاطر كده على ما اروح السوق، هجيب شويه حاجات وارجع لك على طول، مش هتاخر. تروح السوق؟ انت من امتى ماما بتجيبي حاجه بنفسك؟ يا حسام يا حبيبي، دول 3 سنين في حاجات كتير قوي قوي اتغيرت. عندك حق، حاجات كتير اتغيرت. خدي قلب امك، خلي دول معاك يمكن تحتاج حاجه. كتر خيرك يا ماما، مستوره لسه معايا قرشين كده كنت شايلهم من قبل ما. ورحمه ابوك، ورحمه ابوك، وغلاوتي عندك لو كنت بتحبني ما تكسف ايدي ولا تكسر بخاطري، خدهم بقى. شكرا يا ماما. يلا سلام يا حبيبي. السلام. Thank you.
يعني ايه يا منير؟ يعني خلاص يا منيرة، انا نويت اوقف نشاط المحل بقى واقعد على مكتب كده والبس بدلة واتأنتج ونفض من على كتافي بقى تراب العطارة دي. طب ده يا اخويا ده المحل يساوي شيء وشويات. محل ايه بس يا بنت الناس؟ انت عارفه صاحب المحل ده من بعد ما ابوكي ما مات وهو جاي عمال يزن عليا وسايق عليا العوج وعايز يزود الايجار يخليه 10,000 جنيه. ايه 10,000 عفريت يركبوه؟ ده غير القواضي اللي رفعها عليا وانا عمال ادفع في اتعاب محامين. انا شايل من عليكم هم وبلاوي كتير وما انتوش داريين. اقول لك ايه، كتر خيرك يا اخويا، بس انا قلت المحل يعني يطلع لنا منه لقمه حلوه. لقمه حلوه؟ لقمه حلوه كانت زمان خلاص خلصت، القطه كلتها وجريت على سبع سطح. بقول لك يا منيره اخت اشياءتي حبيبتي، ما تيجي كده القرشين اللي انت ورثتيهم عن ابوكي وانا القرشين بتوعي ونحطهم على بعض كده ونعمل مشروع حلو ويبقى زيتنا في دقيقنا. لا يا اخوي، خلي زيتك بعيد عندي. ايه، انا ما صدقت جمعت مبلغ قلت احطهم في البنك يطلع لي منهم ريع، او يمكن اعمل لي مشروع صغير كده اعيش منهم انا والعيال. ما انت عارف شلبي جوزي ايدك منه والقبر. ده هو القبر نفسه. عموما يا حبيبتي، انا كان غرضي خير انك تشفطي بطنك معايا ونعدي. عدي يا اخويا لوحدك، انا غلبانه ومش قد المغامرات بتاعتك دي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ازيك يا وفاء؟ الحمد لله. ازيك يا ريكو، عامله ايه؟ الحمد لله يا بابا تمام. عرفت اللي عمله محمد؟ ايوه يا ستي. مش انا قلت لكم انه كويس؟ وياما حاولت اثبت لكم محدش فيكم كان بيصدقني. فعلا يا بنتي محمد ده حظ الله، بس خلاص هنعمل ايه؟ ادي الله ودي حكمته. يا بنتي يا حبيبتي، ان شاء الله ربنا هيعوضك باحسن منه. وليه احسن منه يا ماما؟ ما هو لسه موجود. وهي بقى الناس هتنسى ان اخوه رد سجون؟ طب واحنا مالنا ومال اخوه؟ المهم ان محمد اثبت انه انسان كويس وشاطر في شغله. وبعدين طب ما كل عيله فيها كويس وفيها الوحش. انا عن نفسي بحبه وبحترمه من يوم ما شفته وبعتبره بالظبط زي ابني. معاك حق يا بابا، وبعدين ما ينفعش اخوه يغلط وهو يتحاسب بذنبه، ده حتى ما فيش في القانون حاجه بتقول كده. الشاي. شاي يا سيده، ما تيجي نخش جوه. نخش فين يا راجل؟ وابنك اللي زي الشحت ده اللي قاعد في اوضته. واحنا مالنا وماله؟ احنا عرسان جداد بقالنا كام شهر. قلت لك مش هتلمسني ولا تيجي جنبي طول ما ابنك قاعد معانا في الشقه. وبعدين بقى انا مش عارفه اخد راحتي ببيتي، مش عارفه البس اللي نفسي فيه. ما هو ابني برضه يا سيده، يعني ارميه في الشارع؟ يعني جاي منين يا اخويا؟ يعني جاي من بلاد بره؟ ده جاي من السجن يا عينيا. خلاص بقى يا سيده مش كده. اوف بقى العيشه اللي اتطهق دي. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا سيده. سيده قومي اعملي كوبايه شاي بلبن. سيده دلوقتي مرات ابوك، بقى انت خارج بلحمك كده ليه؟ اخسر نفسك يا ابني. فين لحمي ده؟ دي فلانه حمالات زي اللي انت لابسها بالظبط. انا حاجه وانت حاجه، وبعدين اخسر نفسك، انت مش عايش لوحدك هنا في البيت. خلاص خلاص. الله، دي مسطرت نفسي وما تزعلش مني. خلاص انا اسف. انا مش زعلان، الدنيا هي اللي مزعلاني، مش عايزه تصالحني. تصالحك اكتر من كده يا راجل، ده امي ماتت من هنا وبعدها بكام شهر رحت اتجوزت، وكمان اتجوزت مين؟ السيده اللي بتخدمنا. يا ابني السيده دي بنت غلبانه وجوزها متوفي وما بتخلفش. وماما اللي دمها لسه ما بردش، اذا بها بعد ما تموت تتجوز عليها. يا ابني انا راجل عجوز وعايز اللي تخدمني وتساعدني، وسيدة دي هي اللي قاعدة معانا في البيت وحافظانا، وما ينفعش واحد زي في عز سن نضوجه يقعد مع بنت حلوة صغيرة من غير جواز. الناس هتقول علينا ايه يا ابني؟ انا مش فاهمك، هو انت الراجل اللي عجوز ولا اللي في عز سن نضوجه؟ انت مش لاقي كلام تقول، بس في الاخر اتجوزت سيدة وخلاص. اللي حصل حصل يا ابني، وبعدين ما تقلبش عليا المواجع، كفاية اللي انا فيه. مالك يا بابا؟ اشكيلي، انا ابنك حبيبك. لا ما تقلقش يا ابني، بس انا نفسي افرح بيك واطمن عليك.
بدل ما انت قاعد مكمكم كده في اوضتك. عايز تفرح بيا وتجوزني ولا عايز تهول الاوضه وتطفشني؟ الاثنين. وانا عارف ان قعدتك هنا هتطول، وانا متجوز واحده غريبه غير امك. بابا هو انت متضايق ان انا قاعد معاكم هنا؟ لا يا ابني انا مش متضايق ولا حاجه، بس مش واخدين راحتنا وعايزك تدور لك على حته تانية تعيش فيها، وانا برضو يا ابني هبقى اسال عليك. فيك الخير يا بابا، واضح كده انك بتطردني. بس اوعى تنسى الشقه دي باسم امي وانا ليا فيها اكتر مليك. معاش ولا كان يا ابني اللي يطردك، بس انا راجل عجوز وايامي في الدنيا معدوده دلوقتي، لكن انت شاب دلوقتي تقدر تعافر وتلاقي سكن جديد. شاب مين يا عم الحاج؟ ده انا عجزت وشبت، ده انت فيك صحه وحيويه اكتر مني. الله اكبر، انت هتقر عليا يا سيده. ولا اقر يا سيده. يا رب ادينا صحه زي صحتك بس. مبروك يا محمد. مين معايا؟ انا ريهام. انت مسحت نمرتي ولا ايه؟ لا ما مسحتش النمره ولا حاجه، انا بس ما صدقتش. يعني انت مبسوط ان انا كلمتك؟ يعني طيب لو طلبت منك اني اشوفك ده هيفرحك برضو ولا هترفض؟ لا ممكن، على الاقل اطمن عليك، احنا في بينا عشره برضو. طيب ايه رايك بقى لو نتقابل النهارده في المكان اللي اتقابلنا فيه اخر مره؟ ماشي. اوكي باي. مش مهم انا شايف نفسي ازاي، المهم الناس يا ماما، الناس اللي شايفاني رد سجون وصاحب سابقه. ان شاء الله ربنا هيظهر براءتك يا حسام. وافرضي ما ظهراش هروح فين انا بقى، اعمل ايه؟ إن مع العسر يسرا. وبعدين ربنا عارف إنك أنت مظلوم ومش هيسيبك وهيقف جنبك إن شاء الله. سامحيني يا ماما بس أنا على آخري، على آخري ومخنوق، والله العظيم مخنوق. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أنا عاوزاك يا حسام تصبر وتتفائل وتدور على شغلانة تطلع فيها طاقتك كلها، بدل ما أنت قاعد تندب حظك وتبكي على اللي فات يا ابني. أشتغل إيه بس يا ماما؟ أشتغل محامي يا حبيبي. بالبساطة دي يا ماما، محامي مرة واحدة. لسانس الحقوق اللي انا واخده من كليه شرطه ده اقابله واشرب ميته. انا عندي سابقه رد سجون يا ماما، للمره المية بقولها لحضرتك، انا مش سايب الخدمه بمزاجي، ما ينفعش اشتغل محامي. طب ما تبص لنص الكوبايه المليان وافتكر قبل ما تكون رد سجون كنت ضابط شاطر وليك خبرتك اللي تتاقل بالذهب. ما اظنش يا ماما. صدقني يا ابني زي ما وقعت لازم يكون عندك الاراده اللي تخليك تقف وتقوم من جديد عشان تكمل. وانا هقوم، بس هقوم اطلع اوضتي عشان انام واحاول انسى، احاول انسى دماغي هتفرقع. القوات اللي بالليل علي العظيم. ازيك يا محمد؟ انا تمام زي ما انت شايفه كده. انت اخبارك ايه؟ انا كويسه طول ما انت كويس. لو سمحت تشربي ايه؟ اي عصير. طول يا فندم. اتنين برتقان ولا عايزه حاجه تانية؟ انت عارف انا بحب البرتقان. اتنين برتقان تحت امرك. انت زي ما انت ما اتغيرتش. ده من بره بس، بس انا فيها حاجات كتيره قوي اتغيرت. يا ترى ايه الحاجات اللي اتغيرت فيك؟ شغلي، اهتمامي بيهم، حاجات تانية كتير. المهم تكون عايش مستريح. واضح ان مفيش راحة في الدنيا اللي احنا فيها دي، ومش كل اللي بنتمناه بنطوله. لا ممكن نطوله بس لو أصرنا عليه صدق. ساعات الإصرار ده بيبقى جزء من المشكلة، وفي معظم الوقت بيزودها أكتر. بدأت لما فرجت يا محمد، وبعدين ما انت اهو لسه عامل عملية ناجحة كل الناس بتحكي عنها. اتفضل. عيد ميلادي كمان. أكيد فاكر. بجد؟ أنا لا يمكن أنسى اليوم اللي اتولدت فيه أجمل بنت في العالم. وحشني كلامك. ده هيشجعني أعزمك تيجي تقضي معايا عيد ميلادي. مش هينفع. عشان الظروف اللي إحنا فيها، وكمان عشان باباك ومامتك ما يتضايقوش. وإيه اللي هيضايقهم؟ إحنا مهما كان صحاب ومفيش بينا غير كل خير. ممكن كمان تجيب شاهين ده معاك لو حبيت. ربنا يسهل حسب الظروف.
ايه يا باشا، تحت امر سعادتك. ماشي يا باشا، مسافه السكه، مع السلامه. طب انا لازم امشي عشان عندي اجتماع مهم. اشوفك تاني حسب الظروف. لا اله الا الله محمد رسول الله. ايه مالك يا سيد يا ابني؟ مش عارف يا بابا، انا كل ما احاول اقرب من شاهين ده بقت بتبعد عني وبتصدني، دي بقتش عايزه تتكلم معايا، وانا عملت معاها كل الطرق وبرضه مش نافع. يا ابني يا سرها، شاهين ده دي بني ادم حساسه، واللي حصل بينكوا ده هز العلاقه. يا بابا العلاقه اللي بيني وبينها اتدمرت، ما تهزتش، دي ما بقتش طايقه تبص في وشي. ده دليل انها بتحبك. كانت، لكن دلوقتي بقيت احس انها بتكرهني، وللاسف السبب في ده امي، هي اللي فضلت تزن عليا لحد ما خلتني اخرب بيتي بايدي. بابي انا كنت عايز اطلب منك طلب. اتفضلي يا حبيبتي. بص بصراحه كده انا عايزاك تكلم محمد، تعزمه على عيد ميلادي. معقوله يا ريهام؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ عشان خاطري يا ماما. ازاي بس بابا يكلمه بعد كل اللي حصل ده؟ محمد معقوله يرضى يجي؟ لو شاريني هيجي. ولو ما جيش؟ اوعدك ساعتها ان انا هقفل صفحته دي خالص، بس ساعتها هكون ريحت ضميري من ناحيته وعملت اللي عليا. حاضر يا ستي. ايه ده؟ انت كمان هتطوعها؟ خلينا اريح اما اشوف اخرتها ايه معاه. الو. ايوه يا محمد، انا اللي وهاني البابول. ازيك يا ابني؟ في الحقيقة أنا بكلمك عشان أعزمك على عيد ميلاد ريهام. أتمنى أشوفك ليلتها يوم الخميس الساعة 7. مع السلامة. ارتحتي يا ستي؟ آخر راحة، أحلى بابي في الدنيا كلها. بنتك دي بكشة بكش؟ بس طيبة ودمها خفيف. يا سلام، ما فيش يعني بوز المامي؟ لا مامي حبيبتي. اتفضلي، وبكره الصبح ان شاء الله تعدي على محكمه جنوب عشان تشوف تقرير الخبير وصل ولا لا، وبعدين تعدي عليا في المكتب ضروري بدري عشان انا عايزك. حاضر. معلش احنا تعبناكي شويه، انت عارفه ان الاستاذ علاء في اجازه. لا ابدا، انا مبسوطه اني مشغوله لان الشغل شغلني عن حاجات كتير قوي كانت تعباني. معاكي حق، وانا كمان زيك بالظبط، لولا الشغل كنت تعبت كتير جدا. اصل المرحومه مراتي ماتت وسابتني لوحدي من غير طفل يؤنس وحدته يسليني. لا الباقيه في حياتك. وحياتك الباقية، مع انها جاية متأخرة. المرحومة مراتي ماتت من 4 سنين وسابتني لوحدي، والوحده هتقتلني. ربنا يعوض على حضرتك ان شاء الله. بس انا حاسس ان ربنا هيرزقني قريب بالانسان اللي هتريحني وتسعد قلبي. طيب انا لازم استأذن علشان لازم اروح القسم، لان في موكل هيتعرض على النيابة المسائية ولازم اكون موجودة. اتفضلي، بس خلي بالك من نفسك وارجوك متأخريش زي ما قلت لك عشان انا بقلق عليك. لا حضرتك ما تقلقش خالص، انا واخده بالي من نفسي كويس قوي عشان خاطر ابني اللي بربيه. عن اذن حضرتك. ما تشيلش هم يا حسام، ان شاء الله ربنا فرجه قريب يا رب. بص لو ما لقيتش شغل اشتغل حر، الشغل الحر ما فيش احسن منه. بأمرت ايه؟ الملاليم اللي فضلت بعد ما اتجوزت سلمى الله يرحمها، وقبليها مجوز شاهد، وبعد كده الشقه وتشطيب الشقه، الفلوس اللي معايا ما تعملش حاجه. ربنا بكره يدبرها ان شاء الله يا حبيبي. وحتى لو ما لقيتش شغل انا تحت امرك في اي حاجه تطلبها. تحت امري في اي حاجه تطلبها ازاي يعني؟ فلوس تقصدي؟ اه يا حبيبي، هو مش انا وانت واحد؟ استنى يا ماما. لا يا شاهد، انا وانت مش واحد، احنا اتنين. انا حسام اخوك الكبير اللي كان بيصرف عليكي وجوزك وكنت بتقعدي على رجله زي ما كنت بتقولي. ما ينفعش تقولي لي كده وعيب. أنا هقوم عشان شكلها بتخرف. دي كلمة برضه تقوليها له؟ هو أنا قلت إيه غلط يا ماما؟ أنا قلبي عليه، وبعدين بقى هو أنا هلاقيها منين ولا منين يا ربي؟ خلاص يا جماعة سيبوه يهدى شوية، مهما كان برضه الله يكون في عونه يعني. يا رب هون عليه يا رب. بقول لكم إيه؟ أنا ليه وهاني كلمني وعزمني على عيد ميلاد ريهام؟ مش عارف، بفكر أروح. ما تيجي معايا يا شاهين؟ أنا في إيه ولا في إيه يا محمد أنت كمان؟ تعالي معايا ما تبقيش رخمة بقى.
روحي روحي مع اخوكي، ما تسيبوش يروح لوحده. والعظيم يا رب. الباقي في حياتك يا ام منصور. حياتي؟ والله ما انا عارفه بقيت حياتي متداري فيها ايه. كل خير ان شاء الله. هيجي منين الخير يا طاهر؟ واحنا بقينا ولاية غير راجل يحمينا. الحامي ربنا يا ست الناس. ونعم بالله. بقولك ايه، فيه مشوار عايزك تبقي معايا فيه بكرة الصبح. مشوار؟ مشوار ايه دي؟ مشوار مهم، وبكرة الصبح هتعرفي كل حاجة. طب ما تقول دلوقتي. ده انا لو قلت حاجة تتقطع فيها رقبتي للدرجة دي؟ واكتر كمان يا ست الناس. تعمل ايه هنا يا سيدة؟ هكون بعمل ايه يا اخويا يعني؟ تعبانة وهلكانة من الصبح بنظف في البيت. ربنا يقويك يا سيدة. السلام عليكم. يا بابا يا سيدة قاعدين في اوضتي بتعملوا ايه؟ اصل السيدة بتنظف لك الاوضة يا ابني. بس ما تتعودوش على كده، انا مش هقدر اخدمكم انتوا الاثنين. انا من هنا ورايح يا اخويا، عايزه اللي يخدمني. ليه خدت القرار هتحضري الدكتوراه ولا ايه؟ لا يا اخويا، اصل انا تعبانه من الصبح ورحت المستوصف اللي جنبنا. ليه؟ كفلنا الشر يا سيده. هتبقى اب يا سيزينهم. بس ازاي ده حصل؟ هيكون يعني ازاي يا سيزينهم؟ الله ما تكسفنيش بقى يا اخويا. انت مش قلت لي ان هي ما بتخلفش؟ وهي حصلت المعجزه والحمد لله، ربنا اراد ان انا ابقى ام. يا ما انت كريم يا رب. يا ما انت كريم يا رب ومعجزه. لا دي المعجزه دي حصلت علشان انا بقى، عشان تجيب لنا حته عيل يدخلني الجيش ويبقى جيش وسجن. بقول لكم ايه، الواد ده لازم ينزل. ده على جثتي، هو ايه ده اللي ينزل؟ ده ابني، ده نايل اللي بتمناه طول عمري. اخص عليك يا عصام، ده بدل ما تفرح بالعيل اللي انت هتربيه. يا عم الحاج يا رب مين، انا عارف اربي نفسي. انا خلاص كبرت يا ابني، والعيل ده لما هيجي انت اللي هتربيه، انت لسه شباب. طب انا عندي حل احلى، انا هموت بدالك واما يجي انت ربيه. وانا اعمل ايه بس يا استاذ نياتي؟ ما هو غصب عني يا راجل. ده انا امبارح جيت اتوضى واصلي الفجر انا ومراتي، حاضر ما لقيناش نقطه ميه واحده نتوضى بيها، اتيممنا. وهنفضل على الحال ده لامتى يا استاذ عمر؟ الميه مقطوعه من امبارح، وانا والسكان بنشد في شعرنا، ما احناش عارفين هنعمل ايه. ما تقلقش ان شاء الله شويه هتيجي. ما هي لو قطع عمومي ماشي، لكن المشكله انها قطع عندنا بس، والمصيبه ان احنا مش عارفين لها سبب. بصراحه هي اول مره تعمل كده. على العموم لو ما جتش لغايه بالليل انا هتصرف. ماشي لما نشوف اخرتها. سلام. ماما انا اتخنقت، انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. طب والحل؟ ده انا حالي واقف، لا عارفه اتوضى ولا اصلي ولا عارفه اطبخ ولا اغسل مواعين ولا اعمل اي حاجه. والله يا ماما عندك حق، موضوع المايه ده بقى حاجه تقرف. طب انا عندي حل. قولي يا حبيبي الحقني. نروح نقعد عند اختي ايمان شويه لغايه ما المايه تيجي. ايمان فيها اللي مكفيها، هي ناقصه. يا طنط احنا كمان ما نعرفش المايه دي ممكن تيجي امتى. صح، لولا حبيبتي عندها حق. مفيش حل غير ده ماما. ها قلت ايه؟ امري لله، هكلمها واشوف. تعالى يا حسام. مش هنده، ما تزعليش مني لو كنت اتعصبت عليك. انا لا يمكن ازعل منك مهما حصل. الواد وحشني قوي، كل ما اسال عليه ماما تقول لي يا نايم يا في الحضانه. هو فعلا نام مني في العربيه واحنا راجعين من الحضانه. طب وتوديه حضانه ليه؟ تخليه قاعد معانا. هو انا فاضي يا حسام؟ يا ستي انا فاضي، موريش حاجه. لا طبعا ما ينفعش، حتى ماما خلاص مش حمل انها تربي طفل تاني من اول وجديد. عندك حق. ساهر بيسال عليكي؟ اه بيكلمني، عايز يتفاهم معايا، بس انا بقى اللي رافضه اي تفاهم. شاهين ده استهدي بالله وعالي، انتوا بينكوا طفل. والله يا حسام ساهر ده اكتر انسان انا حبيته في الدنيا، بس طلع ما يستاهلش. وانا بقى خلاص عايزه اربي ابني وبس، ومستعده اعمل اي حاجه في الدنيا عشان خاطره. انا بس نفسي تسمع. يا حسام لو سمحت اجل الكلام في الموضوع ده لوقت تاني، لان انا لازم ارجع المكتب. انت عندك شغل؟ اه. انا اسف، انا اسف، ما اعرفش والله ان عندك شغل. سوري لو عطلتك يعني. طيب هنزل اقعد تحت واخش اقعد في اوضتي. اتفضلي يا ست حكمة، اتفضلي. خطوة عزيزة يا ست حكمة. وحدات؟
ايوه اتفضلي يا ست الناس، اتفضلي. بيت مين ده يا طارق؟ كل شيء بأوانه يا ست الناس، ما تستعجليش، اتفضلي. دياب 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 دياب، مش مصدق عيني. صدقي صدقي، انا عايش موت مش موت. انا في حلم ولا في حلم؟ احمدك يا رب احمدك يا رب. اجدي يا طاهر، حسابك معايا بعدين. وانا ذنبي ايه بس يا ست حكمة؟ اني عبد المأمور. اطلع انت برا دلوقتي، ولما عاوزكم حندهلكم. تعوزني؟ تعوزنا ازاي يعني يا سيدي؟ يا ده انت هتبقى مش طايق تبص في خلقتنا. يلا يا وهدان بلاش تباتي، يلا يلا. اختار ايه يا سيدي؟ اكده؟ كان لازم اقول لك ايش؟ عشان كل حاجه تبان بحقه حقي. تحركت لي قلبي يا سيدي. سلامة قلبك يا غالية، طمنيني عليكي وعلى ولدي منصور. دلوقتي أنا بخير، لكن حزنت على ولدي لما فكرته تيت. حقك علي حكمة، في حاجة لازم تعرفيها وما فيش وقت نضيعه. خير يا سيدي؟ أنا لي فلوس برا مصر ومحدش هيقدر يجيبها غيرك. برا مصر؟ بس أنا ما فهمش للشغلانة دي. اطمني، المحامي حيقول لك على كل حاجة اللي هنا واللي هناك. أيوة بس أنا ما عنديش جواز سفر وما بعرفش أتكلم لغات. حيكون عندك جواز سفر بظرف يومين، وموضوع اللغات ده ما تقلقيش منه خالص، المحامي اللي هناك من أصل عربي. لازم أنا اللي أقوم بالمهمة دي؟ أنا هبقى لوحدي وما عرفش حد. هبعت طاهر معاكي ياخد بحسك هناك. بعدين أنا ما أقدرش أعتمد أي حد على مالنا ومال عيالنا، ده كل اللي نحتكم عليه في الدنيا. وفي حاجة تاني. ايه تاني؟ عاوزك تطلعي لي شهادة وفاة وتمشي لي في إجراءات الورث عشان ما حدش يشك فينا خالص. بعد الشر عليك يا سيدي. حكمة، المبلغ كبير قوي، دول 50 مليون دولار. افرح يا ايمان، لقيت لك المحل اللي بندور عليه. انت بتتكلمي جد؟ حتة محل واخد ناصية بجنن ومساحته معقول، وصاحب المحل طالب فيه شهر مقدم وشهر تأمين، يعني يا دوب نخش نعمل شوية الديكورات ونجيب الأجهزة ونشتغل بقى. هو ده الكلام يا منيرة. الحمد لله. أهلا أهلا. ازيك يا منير؟ ازيك يا طنط؟ اتفضل يا روح. ميرسي يا بنت. ألف مليون مبروك، إلهي ربنا يا رب يفتحها عليكم كده، بس شدوا حيلكم وافتحوا بسرعة عشان أبقى زبونتكم. أنا ناوية إن شاء الله أجي أريح دماغي من البهدلة دي وأعمل عندكم مانيكير. يا ريتك كنت بتتعبي في شغل البيت زي ما بتتعبي في المانيكير. جرايا يا ست إيمان، مالك مش طايقة لي كلمة وعلى طول قرشة ملحتي؟ عموما يا ستي أنت حرة، أنا كنت بس عايزة أنفعك وأبقى زبونة. أنت تبقي زبونة عندنا؟ لا لا لا، إحنا هنختار زبايننا بنفسنا. لا والله. ماشي يا إيمان. اقول لك حاجه، انا رفت. اوعى انت كمان عليها منك ولا من اختك. ايه يا امان، على فكره اسلوبك بقى مستفز قوي. ماما ننزل اكمل بيت الماتش على الكافيه، اكرم لي. طيب يا حبيبي بالسلامه. ايه يا ايمان اللي انت عملتيه ده؟ انت احرجتيهم قدامي، ما يصحش. هو انت فاكره ان دول بيحسوا؟ ده انا اتبليت بيهم من يوم ما الميه اتقطعت عندهم في العماره. لدرجه احنا اتقال عليك يا ايمان؟ لا يا ماما ما تقوليش كده يا حبيبتي، ده انت على راسي من فوق. بس انت عارفه ان عمر ومراته الجاموسه دي ما بيحسوش. المهم قولي لي احنا هنروح نبص على المحل امتى؟ من بكره لو عايزه. يلا يا حلوه بقى عشان تدفي الشمس. استني شويه يا ماما، محمد لسه ما جاش. وانت لسه عندك امل انه هيجي؟ اه. يا حبيبتي ما تنسي بقى، انت عزمتيها لعيد ميلادك وهو ما جاش، يعني هو كمان شال الموضوع من دماغه خالص. وانت وعدتيني يا حبيبتي انك لو عرفتي انه نسي انت كمان بقى هتنسي. اهلا وسهلا بالبطل الهمام. نورتي يا هند يا بنتي. ميرسي يا عم. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا محمد. كل سنه وانت طيبه يا ريهام. وانت طيبه يا شهندة، وحشتيني. وانت كمان. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. ازيك يا شهندة؟ الحمد لله يا طنط. مش يلا بينا بقى نحتفل ونطفي الشمع ولا ايه؟ يا ريت عشان انا مستعجل. يا راجل انت لسه قعدت؟ احنا بقالنا كتير قوي ما شفناكوش.
انتوا لازم تقعدوا معانا شويه، ولا انتوا جايين بقى تاخدوا نصيبكم التورته وتمشوا على طول؟ معلش سعادتك، عندي اجتماع في الاداره ولازم الحق. يعني مش هتقعد معانا؟ لا، انا جاي اقول لك كل سنه وانت طيبه وماشي. ازيك يا فؤاد بيه؟ ازيك يا مدام جيهان؟ انا هستناك في العربية يا فؤاد. بتعمل ايه يا حسام؟ تسمح لي اقعد؟ لا ما اسمحش. طب تسمح لي اوضح لك؟ احنا هنا مش في المحكمة عشان توضح لي حاجة. طب يا فؤاد بيه، بحكم العشرة اللي بيننا والعيش والملح، انا واقع في عرضك ومحتاج شغل، اي شغل. امسك لك الامن، كاشير، حسابات. حسابات؟ عاوزني اسلم القط ومفتاح القرار؟ اسف يا حسام، احنا هنا مكان محترم وبيجي لنا زباين محترمين. قصد حضرتك ايه؟ انت فاهم قصدي كويس قوي. اتفضل مع السلامه، ويا ريت تمسح نمرتي من عندك. حسام باشا، أنا آسف، أنا سمعت كلامكم غصب عني. ولا يهمك، ولا يهمك يا إبراهيم. مش ممكن أساعد حضرتك بأي حاجة؟ ممكن. أمورنا فين؟ ادعي لي يا إبراهيم، ادعي لي في رجعي. ربنا معاك يا فندم. أصيل يا ابني. إبراهيم، روح شوفك لأي شغل. بعد إذنك. مش الشغل بس اللي رافضني يا ماما، الدنيا كلها رافضاني، كل الناس، زي ما اكون جربه. اول ما ادخل حته الناس تتفرق من حوالي، اصحابي، معارفي، مستغربوا ان الناس دي عارفاني ومعشراني، بس فجاه ولا كانهم يعرفوني ولا يعشروني. خالي النهارده رحت لواحد حبيبي، او يعني المفروض انه كان حبيبي، قلت اقصده في شغلانه كده تمشي الحال يعني. خالي يرد علي يقول لي ايه اللي جابك؟ ويختم كلامه بايه؟ امسح نمرتي من على تليفونك وما تتكلمش هنا تاني ولا تعتب. والله ماما كنت باجي داخل عليه كان بيقوم يقف. معلش يا ابني، احنا بزمن العجايب، البلاوي ما بتجيش غير من اقرب القريبين لينا. الناس خلاص ما عادش عندها ثقه في حد. صالح يا ماما ان انا بقيت عالي على الدنيا، عالي على كل الناس، حتى عليك انت ومحمد وشام. مش هنضحك على بعض، صدقني ساعات ببص لنفسي في المرايه بحس اني عالة على نفسي. ما تقولش كده يا حسام بقى، ما توجعش قلبي اكتر ما هو موجوع يا ابني. دي الحقيقة يا امي، دي الحقيقة. ده انا مقهور قهرة، والله يا ماما مقهور قهرة، صبر على نفسي قوي. دي امانه في ايديك، خلي بالك مني، ما تسيبهاش لحظه واحده. ما توصينيش يا سيدياب، الست حكمت دي امانه في رقبتي. المحامي هيكون في المطار، هو اللي هيدلك على طريق البنك، ولما تستلم الباسبور هاتهولي عشان اعمل لك فيزا. يا سلام عليك يا سيدي الناس، اهو كده، هو ده الشغل ولا بلاش؟ بالاذن. انت ليه يا سيدياب ما خلتنيش اسافر بلاد بره مع عم منصور بدل طاهر؟ طاهر اللي غريب عنينا، ولا انت مش مأمن لي عاد؟ عيب عليك يا وهدان، عيب عليك، ده انت دراع اليمين. وبعدين طاهر رايح مع ستك حكمت خيال مآتي، انا بحاجتك هنا،
انا هفتح شركة وعاوزك تكون شريك معايا فيه. انا شريكك؟ وهدان انا مين دلوقتي؟ سيدي دياب. لا، دياب ومحمود المستثمر الجنوب افريقي، يعني اذا عاوز اعمل اي حاجة هنا لازم اللي يكون معايا شريك مصري، ده القانون هنا. يا حلوة يا ولاد، سيدي دياب انا هبقى صاحب شركة ورئيس مجلس إدارة كمان. لا، ما دام الحكاية دي خلي طاهر يسافر، يسافر، ده أنا هبقى رئيس مجلس إدارة. إيه رأيك يا رئيس مجلس الإدارة تروح تعملوا لنا كاسين؟ رئيس مجلس إدارة وأعمل كاسين؟ ده أنا هعمل ستة. لا حول ولا قوة إلا بالله. مرسي. اسفه جدا لو كنت عطلتك لما كلمتك وطلبت قبلك النهارده. بالعكس بقى، انا مبسوطه جدا ان احنا اتقابلنا، بس عايزه افهم ليه المكان ده بالذات اللي طلبتي نتقابل فيه؟ اصل ليا ذكريات حلوه فيه مش عايزه انساها. ده المكان اللي كنت بتتقابلي فيه انت ومحمد. بصراحه وقلت يمكن ده يشجعني افتح معاكي الموضوع. اكيد طبعا، بس ايه هو الموضوع؟ شاهندة، انتي زعلانة مني علشان انا فسخت خطوبتي مع محمد وبعدت عنكم في عز ازمتكم. بالعكس، اي حد في مكانك انتي واهلك كان لازم يعمل كده، بالذات ان باباكي مركزه حساس، واللي حصل لنا يعني كان حاجة تقطم الوسط. انا ضميري بيأنبني قوي، مش عارفة اعمل ايه. تعملي ايه في ايه؟ اخر مرة في يوم عيد ميلادي حسيت ان محمد متغير معايا ومش زي الاول. وانتي يعني يا ريهام عايزاه يبقى زي الاول؟ يا ريت، عشان كده انا كلمتك النهارده، يمكن تساعديني. اساعدك في ايه؟ شاهندة، هو محمد دخلت حياته واحده تانيه؟ يعني خلاص نسيني؟ ضحكتيني وانا ماليش نفس اضحك. ايه اللي بيضحك في كده طيب؟ عشان شكلك كده لسه ما عرفتيش محمد اخويا كويس. طب عرفيني. بص يا ريهام، لما ماما ربتنا انا واخواتي ربتنا على الكرامه وعزه النفس وحب الناس، عودتنا ازاي ندي وما نستناش ان احنا ناخد. بس ايه علاقة ده بموضوع؟ ما هو ده اساس موضوعنا، لان اللي يحب لا يمكن يكره، ولما يزعل ما يقدرش يقسى على حبيبه ولا ينساه. يعني انت شايفه ان محمد لسه بيحبني؟ ده بيموت فيكي، والا ما كانش جه عيد ميلادك وفتح معاكوا صفحه جديده. يا بنتي ده اخويا، ولو الموضوع مش في دماغه كان طنش خالص. طيب انا عايزاكي بقى تحركي كده يجي قبل بابا وماما تاني. قبل ما يكلم بابا وماما هما رايهم ايه؟ ندمانين على اللي عملوه معايا، ولو جه وطلبني منهم مش هيرفضوا طلب. وايه اللي خلاهم يعني يغيروا رايهم كده؟ لان انا مصممه عليه. بعدين هما كمان حسوا ان هما خسروا لبنتهم ولد ابن ناس وشجاع. بعدين ده كفايه العمليه الاخيره اللي عملها، الجرايد كلها بتتكلم عليه. يعني انت واثقه ومتاكده ان محمد هو الراجل اللي انت عايزه تكملي مع حياتك؟ ايوه طبعا واثقه. هتساعديني بقى ولا ايه؟ اكيد طبعا هساعدك، انا عايزاكي بقى تكوني مطمنه على الاخر. انا مطمنه، والا ما كنتش كلمتك. ممكن بقى تسيبيني اشرب القهوه اللي انت هتدفعي ثمنها؟ ايوه طبعا. احنا جايين مخصوص هنا عشان عاوزين ناسسوا شركه، انا وصاحبي الاستاذ وهدان الدهشان. يا اهلا وسهلا يا استاذ وهدان. اهلا بك يا ميت. وحضرتك ما اتشرفتش باسمك. انا ديابو محمود من جنوب افريقيا، وناوي اعمل استثمارات كثيره في مصر. مصر نورت، بس انت مش ملاحظ انك تتكلم عربي كويس قوي؟ لا، وايه؟ صعيدي لبلب. انا ابويا من جنوب افريقيا، وامي من جنوب مصر، من جنا، يعني مصري زيي. يا اهلا بيك. سيدي دياب، قصدي الاستاذ ديابو. الاستاذ ديابو متربي ما بين جنا وجنوب افريقيا. قول لي يا استاذ دياب، الورق بتاع الشركه هيبقى بالرقم القومي ولا بالباسبور؟ بالباسبور الاجنبي. ما انت عارف المستثمر هنا له تسهيلات كثيره قوي، وحرام التسهيلات دي تروح علينا، ولا ايه يا متر؟ عيني العقل. وان شاء الله نشاط الشركه ايه؟ الاستيراد والتصدير فيما يرضي الله ان شاء الله. تمام تمام. عموما هنحطوا بينكم شويه اوراق، واول ما هتجيبوها هنخلص اجراءات كلها وتبداوا نشاطكم باذن الله. على بركه الله. ازيك يا حسام، عامل ايه؟ ايه دول يا محمد؟ ولا حاجه، انا كنت جاي اشوفك بس ما لقيتكش. مش عاوز حاجه، انا رايح الشغل. استنى بس، ايه دول؟ ده مبلغ بسيط كده، انا عارف ظروفك اليومين دول.
حصلت يا محمد؟ يا حسين في ايه؟ ده احنا اخوات، ده انت ياما وقفت جنبي واديتني فلوس، انت ناسي؟ ما تبقاش حساس كده. استنى محمد، عايزك محمد يا محمد، من دخلك في ايه؟ الله ما تستنى يا اخي. يا حسام انت متعصب كده ليه يا حبيبي؟ مش عايزني اتعصب، وانت جاي ترمي لي قرشين بعد ما كنت بديك المصروف. يا حسام احنا ظروفنا كلها دلوقتي اتغيرت، وانت بتعارني بظروفي بقى. معاش ولا كان اللي يقول كده يا حسام؟ يا حسام محمد ما يقصدش ان هو يضايقك. يا حسام يا حبيبي، اخوك بيعمل كده عشان المفروض كلنا نقف جنب بعض في المحنه دي. يا حبيبي انت اخويا الكبير، ولو ما وقفناش جنبك دلوقتي هنقف جنبك امتى؟ يا عم انا مش عايز حد يقف جنبي، مش عايز حد. انت ليه حسام رافض اننا نساعدك؟ مش عايز مساعده من حد. يا حسام انت في محنه واكيد محتاجنا جنبك. انا مش محتاج حد ومش عايز حد يطبطب عليا. يطبطب ده ايه؟ انت ليه بتحسبها كده يا حسام؟ لانها ملهاش تفسير غير كده يا ماما. يا حبيبي يعني لو حد فينا وقع وقع مش المفروض ان احنا كلنا نقف جنبه؟ انا بقى مش عايز حد جنبي، ومن بكره اروح شقتي واقعد لوحدي. ده كلام يا ابني؟ تقعد في شقتك لوحدك وانت في الحاله دي؟ انا مش عايز اشيل هم حد ولا حد يشيل هم يا ماما. طب خلاص يا حسام، اقعد في اوضتك لوحدك ومحدش فينا هيزعجك، بس خليك معانا والنبي. اوه بقى لا لا لا، اخوك حالته صعب قوي. خلاص يا جماعه محدش عنده، هو متعصب كده. يعني ايه يا محمد؟ هنسيبه ينفذ اللي في دماغه؟ لا مش هنسيبه، بس نسيبه يهدى ومحدش يضغط عليه، واحنا من الوقت للتاني ده ما نشقر عليه عشان انت. يا ابني انا خايفه لا يعمل في روحه حاجه. لا ما تخافيش يا ماما، حسام عاقل وعارف حدوده كويس قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله، ايه الزياره المفاجاه دي؟ كنت بشتري شويه حاجات، قلت عدى عليك نروح سوا. لا انا مش هروح دلوقتي، عندي شويه نعناع كده عايز افركهم وبعدين بروح. من كتر الزباين قوي عاوز تفرك لهم النعناع، ما تشيلها بينا نروح. عندك كلمه حلوه اقوليها، مش عاجبك اتفضلي توكلي على الله. عندي كلمتين حلوين. هو انت مش كنت ناوي تغير المحل وتقلبه كافيه؟ اه. طب ايه اللي معطلك بقى؟ ما تشيلها نتكل على الله. لا ليه؟ انا عندي فكره بقى انقح من دي، هتخليها بقى نشط بطننا ونعد الست صفار. يا لهوي، فكره ايه؟ هسيب المحل كده لصاحبه واخد خليه ورجلي مش اقل من مليون جنيه ووقتي. مين يا اخويا اللي معاه المبلغ ده؟ عندي اللي يشيل حالا وعلى الترابيزه. ايوه منير، بس انت هتعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ ايه اللي اعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ انا هاخد المبلغ ده وبعدين اخد نصيب ابويا في المراس ونصيب معتز الله يرحمه ويحسن اليه برضه في المراس، واخدهم كلهم كده واروح اشارك واحد في الكباريه. كباريه؟ ايوه كباريه، شغله كلها روشانه وقلاقه ونظافه. اه منير، بس ده كباريه، معقول انت تبقى صاحب كباريه يا اخويا؟ والنبي بس ما تقطعيش، ادعي بس ربنا يثبت اقدامنا لعقد الكباريه ده، عاوزين نربي ابننا بقى بالحلال. Thank you.
ودي الهلالي هم البيت امه وراح يعيش في بيته في مساكن الضباط. جهز نفسك واستنى مني اشاره عشان لازم نزوره وزياره قريبه كمان. امرك يا كبير. بالاذن.